مساء الخير لكل الأشخاص اللي بلش ينضموا لنا هلا، والأكيد الأشخاص اللي حيرجع يشوفوا الندوة المسجلة على جروب قبيلة أكيد بعد وقت. بدي أرحب بالجميع، بدي أرحب بكل اللي بلشوا هلا. أكيد عم يطرحوا كانوا أسئلتهم من شوي. أنا أحمد دندشي، منسق برنامج الإرشاد الأكاديمي بمنظمة جسور، واليوم أكيد مثل ما تابعتوا كلكم على صفحات جسور على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم في عندنا ندوة كتير مهمة عن أو حتكون إن شاء الله مخصصة عن معهد الدوحة للدراسات العليا بدولة قطر. وأكيد لنتعرف أكثر على معهد الدوحة للدراسات العليا بدولة قطر، بيسعدنا أكيد نستضيف الأستاذ محمود أحمد رئيس قسم القبول. حنتعرف أكثر بعد شوي أكثر مع الأستاذ محمود عن المعهد، عن كل تفاصيل المنح المتاحة، وأكيد نتعرف كمان أكثر على الهدف من الندوة لليوم. قبل ما نبلش أنا بحب أذكر إنه هذه الندوة أكيد لايف ستريم على زوم وعلى جروب قبيلة على الفيسبوك. كل الأشخاص اللي مش حيقدروا يشوفوا هلأ الندوة بشكل لايف بيقدروا يشوفوا التسجيل على جروب قبيلة. مثل ما ذكرت، ضيفنا اليوم هو الأستاذ محمود أحمد رئيس قسم القبول بمعهد الدوحة للدراسات العليا بقطر. الأستاذ محمود هو متخصص بالتعليم العالي لمدة أكثر من 15 سنة، أكيد بخبرة واسعة بعدد من الجامعات المهمة مثل الجامعة الأمريكية بالقاهرة الـ AUC، الجامعة البريطانية بمصر الـ BUA، وجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، ومعهد أكيد الدراسات العليا بشكل حالي بدولة قطر. أكيد بالجزء الثاني من الندوة لليوم حيكون في مجال لأسئلتكم بـ Q&A بوكس أو بصندوق الأسئلة، لحتى يقدر أستاذ محمود يجاوبكم على كل الأسئلة لما نخلص من الجزء الأول من الندوة. أستاذ محمود أهلا وسهلا فيك، وشكرا لتلبيتك للدعوة للندوة اليوم. أكيد اهلا وسهلا استاذ احمد. اولا شكرا جزيلا، حابب طبعا اشكرك على الانفيتيشن اليوم، واحنا تعاوننا يعني، بس يمكن اللي ما يعرفش تعاوننا يعني من سنين طويله ما بين المعهد وبين مؤسسه جسور في سبيل يعني توفير المنح للطلاب. شكرا مره ثانيه للدعوه، واتمنى ان شاء الله ان طلابنا والمهتمين يعني يحققوا اكبر فائده من الانفوسيشن اليوم الخاصه بالماسترز، برامج الماجستير والدكتوراه اللي بيوفرها معهد الدوحه للدراسات العليا. إن شاء الله، شكرا جزيلا لك، تفضل. طيب، في البدايه انا حابب اشكر طبعا حضراتكم الساده الحضور على حضور اليوم التعريفي النهارده للقبول في معهد الدوحه. باختصار اليوم هيكون مقسم لجزئين، الجزء الاول هيكون فيه برزنتيشن هنقدم فيها باختصار نبذه عن البروجرامز اللي بيطرحها معهد الدوحه، سواء على مستوى الماجستير على مستوى الدكتوراه، شروط القبول، المنح الدراسيه اللي بنقدمها في المعهد، مميزات الدراسه في المعهد بشكل عام، كيفية التقدم لبرامج معهد الدراسات العليا. في كمان الجزء الأول هيكون مع فيديو تعريفي قصير يعني بيشرح المرافق الحياتية وتاريخ معهد الدوحة. بعد البرزنتيشن هيكون الوقت مخصص نفس ما تفضل الأستاذ أحمد عن طريق كيو إن إيه، الكتابة في الشات أي أسئلة، يعني بليز لو في أي أسئلة أو استفسارات عند حضراتكم نجمعها، وان شاء الله هحاول قدر الامكان في بعد نهايه البرزنتيشن نرد على كل الاستفسارات، فلو في اي استفسارات نجمع استفسارات ونكتبها وهناخدها ان شاء الله يعني اولا باول بعد انتهاء البرزنتيشن. مش هطول على حضراتكم، طبعا هنبدا فورا مع البرزنتيشن. الجزء الاول هيكون خاص بالفيديو بتاعي. فقط لو تأكد لي أستاذ أحمد السكرين واضحة. سكين واضح. نحن بحاجة للاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل والمبادرات البناءة والاهتمام بالتحصيل العلمي في الاختصاصات كافة. بحثاً عن التطوير والإبداع وارتقاءً بالمستوى العلمي والمعرفي، وليكون علامة فارقة في مستوى الدراسات العليا في المنطقة العربية، كان معهد الدوحة للدراسات العليا.
ليسهم في تكوين جيل جديد من الأكاديميين المستقلين فكرياً والمتمكنين علمياً في 18 تخصصاً ضمن كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية وكلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة من خلال برامج المعهد الحاصلة على الاعتماد الخارجي من فيبا وناسبا، بأكثر من 800 خريج جاءوا من أكثر من 40 دولة حول العالم، وما يزيد عن 400 طالب يكملون دراستهم يسعون إلى الدفع قدماً بالمعرفة الإنسانية من خلال البحث المستمر بالتعاون مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعجم الدوحة التاريخي للغة العربية. ويشتمل الحرم الجامعي على مكتبة تتضمن مقتنيات متخصصة في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة العامة وكتب بلغات عديدة منها العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية والتركية، كما يضم العديد من المرافق الحيوية مثل المسجد ومساكن الطلاب والهيئة التدريسية ودار الضيافة، فضلاً عن المرافق الترفيهية كالمطعم والمقهى والمساحات الرياضية. معهد الدوحة للدراسات العليا، نور يشع من قطر إلى أقطار العالم أجمع، هادياً كل ساع للتطوير وبناء مستقبل واعد للأجيال المقبلة. معهد الدوحة للدراسات العليا هو مؤسسة أكاديمية مستقلة. أتمنى يكون صوتي واصل. صوتك واصل. نعم، نحن نبدأ البرزنتيشن. أكيد. شكرا استاذ. معهد الدوحة للدراسات العليا، نفس ما حكينا، هو مؤسسة أكاديمية مستقلة تأسست في عام 2015 كمؤسسة مستقلة للدراسات العليا. المعهد هو مقر الدوحة، بيقدم برامج ماجستير ودكتوراه في كليتين كما هنعرف يعني بعد قليل، في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية وكلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة. المعهد بيعتمد اللغة العربية واللغة الإنجليزية أيضا في الدراسة والبحث. هدفه هو تخريج جيل جديد من الباحثين في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية والاقتصاد والإدارة، واللي بالتأكيد يكونوا قادرين على دفع عجلة البحث العلمي والإنتاج في الوطن العربي وإنتاج معرفة جديدة في الوطن العربي. يمكن كما ذكرنا في عام 2015 كان بداية معهد الدوحة للدراسات العليا واستقبال الفوق الأول من الطلاب، ولكن تحديداً بشهر ديسمبر عام 2016 كان الافتتاح الرسمي للحرم الجامعي لمعهد الدوحة بحضور سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني، وافتتاح الحرم الجامعي للمعهد واللي بالتأكيد بيعكس مدى حرص قيادة دولة قطر وإيمانها برسالة معهد الدوحة للدراسات العليا. يمكن هناك العديد من العوامل اللي بتلعب دور كبير في اختيار الطالب أو الطالبة للجامعة أو للمؤسسة التعليمية للدراسة. هنحاول قدر الإمكان نتحدث عن مميزات الدراسة في المعهد، من بينها البرامج الأكاديمية، ما الذي يوفره المعهد من برامج، الكادر الأكاديمي، الأساتذة، السكولرشيب، المنح اللي بيوفرها المعهد، البيئة التعليمية بشكل عام، الاعتمادات والترخيص، وكل الإنجازات اللي حققها وماذا يحققها المعهد. على مستوى البرامج كما ذكرنا، المعهد بيطرح نوعين من برامج الدراسات العليا، برامج الماستر في كليتين. الكلية الأولى هي كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة. هذه الكلية بتطرح برامج ماجستير في تخصصات اقتصاديات التنمية، ماجستير في الإدارة العامة، ماجستير في السياسات العامة public policy، وبرامج تنفيذية، ماجستير التنفيذي في الإدارة العامة والماجستير التنفيذي المزدوج في الإدارة العامة وإدارة الأعمال. مدة الدراسة بشكل عام في المعهد على مستوى الماجستير هي عامين دراسيين، وعدد الساعات الدراسية هو 42 ساعة دراسية. العامين الدراسيين مقسمين لأربع فصول دراسية، بتبدأ الدراسة كل عام يمكن في شهر سبتمبر، بيكون فصل الخريف ثم فصل الربيع في شهر يناير، وهكذا بالنسبة للعام التالي. الكلية الثانية بالمعهد هي كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية. هذه الكلية بتطرح برامج ماجستير في تخصصات عديدة كما ترون، يعني تغطي تقريبا غالبية برامج وتخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية، منها ماجستير التاريخ، ماجستير علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، ماجستير علوم سياسية وعلاقات دولية، ماجستير اللسانيات والمعجمية العربية، ماجستير الأدب المقارن، الإعلام، الصحافة،
إدارة النزاع والعمل الإنساني (conflict resolution)، برنامج الدراسات الأمنية، البرنامج الماجستير في علم النفس بالتو تراكس أو بالمسارين في علم النفس، علم النفس الكلينيكي أو علم النفس الاجتماعي، برنامج الماجستير في العمل الاجتماعي والخدمة الاجتماعية، وماجستير حقوق الإنسان. أيضا الدراسة الماجستير في كلية العلوم الاجتماعية لمدة 2 سنين، وعدد الساعات الدراسية هي 42 ساعة دراسية. النوع الثاني من البرامج هي برامج الدكتوراه. المعهد العام الماضي فقط استقبل الفوق الأول، بعكس برامج الماجستير كما ذكرنا من 2015 لدينا حتى الآن 6 دفعات، فقط العام الماضي استقبل الفوق الأول من طلاب الدكتوراه. حتى الآن المعهد بيطرح فقط 8 برامج للدكتوراه أو 8 تخصصات في مرحلة الدكتوراه: دكتوراه اقتصاديات التنمية، الإدارة العامة، العلوم السياسية، الإعلام، الدراسات الأمنية النقدية، دكتوراه علم الاجتماع، دكتوراه اللسانيات والمعجمية العربية، ودكتوراه في التاريخ. عدد السنوات بالتأكيد بيكون أزيد من مرحلة الماستر. الطالب بإمكانه أن ينهي البي اتش دي الدكتوراه من 4 إلى 5 سنوات، وإجمالي عدد الساعات الدراسية هو 60 ساعة دراسية. كما ذكرنا يمكن المعهد استقبل الفوق الأول من الطلاب، كما هو واضح في عام 2015 استقبلنا تقريبا حوالي 1000 طلب قبول من داخل وخارج دولة قطر. بنلاحظ هنا المنحنى في ارتفاع دائم، إلى أن كما تلاحظون يمكن في عام 2020 و2021 العام الماضي استقبلنا ما يتجاوز 11,000 طلب قبول. بالتأكيد ده بيعكس مدى السمعة الكبيرة للمعهد وجودة الخريجين داخل المعهد وجودة برامج المعهد. استقبلنا فقط كما هو واضح أكثر من 11,000 طلب قبول من خارج وداخل دولة قطر، كما هنتعرف كمان على التوزيع الجغرافي للطلاب. الطلاب المقبولون في المعهد، نحن لدينا 3 أنواع من الطلاب. هناك الطلاب القطريين، مواطنين القطريين، الطلاب المقيمين هم من غير القطريين من يعيشون في دولة قطر، وهناك الطلاب الدوليين من يعيشون خارج دولة قطر. غالبا بيمثل الطلاب الدوليين تقريبا نسبة 50% من الطلاب، وحوالي 40% من الطلاب هم من الطلاب المواطنين القطريين، وحوالي 10% من الطلاب المقيمين. التوزيع الجغرافي وهي يمكن استطيع القول هنا انها من اكبر المميزات في المعهد، مساله الدايفرستي يعني تنوع كبير جدا في المعهد ثقافي ما بين طلاب واساتذه كمان. يعني هو واضح ان لدينا تقريبا اساتذه وطلاب من اكثر من 40 دوله، كما نلاحظ على سبيل المثال تقريبا المعهد لديه طلاب من غالبيه الدول العربيه تقريبا بلا استثناء. لدينا طلاب من قاره افريقيا، ايضا من جنوب وشرق ووسط افريقيا، لدينا طلاب من أمريكا الشمالية، من أوروبا، لدينا طلاب من الصين، لدينا طلاب من أفغانستان، لدينا طلاب من روسيا وأوكرانيا. فبالتالي كل ده بيعني لما يكون الطالب ما بين هذا العدد الضخم من الجنسيات، ما بين العدد الضخم من الجنسيات، بالتأكيد هيكون ليه تجربة فريدة في التعرف على طلاب من ثقافات تانية، من يعني different academic background، يعني من خلفيات كتيرة ثقافية وتعليمية وأكاديمية. بالتأكيد ده كله حيثري التجربة اللي حيكون فيها الطالب أو الطالبة أثناء الدراسة في المعهد. نفس ما حكينا جنسية الطلاب، تقريبا كما ذكرنا عندنا طلاب تقريبا من أكثر من 40 دولة. بيمثل الطلاب القطريين في الغالب المركز الأول ما بين جنسيات الطلاب على سبيل المثال من 35 إلى 40%. كما نلاحظ هنا بيأتي طلاب فلسطين، الأردن، السودان، سوريا طبعاً، والمغرب العربي، إلى طبعاً كما نلاحظ غالبية الجنسيات ما بين الطلاب في المعهد. المعهد في معدل أساتذة الطلاب جداً متميز، أو ما يسمى بالـ student to faculty ratio. معدل أساتذة للطلاب بيبلغ في المعهد تقريباً هناك أستاذ لكل 8 طلاب. ما الذي يعني لمن لا يعلم معدل أساتذة الطلاب؟ معناه أنه لكل 8 طلاب هناك أستاذ، مما يعني الطالب هيكون عنده فرصة ممتازة لوصول
سهل واسرع، وتواصل وكوميونيكيشن اسهل واسرع مع البروفيسور، مع الاستاذ. هيكون الاستاذ هو كمان من جانبه قادر على ايصال المعلومه بشكل اسرع واسهل. الكلاسز كلها لا تتعدى من 10 الى 15 طالب في كل تخصص. لما بيكون هناك استاذ لكل 6 او 7 او 8 طلاب، ده بيعني انه حتى على مستوى الكوميونيكيشن كما حكينا، او الاساينمنتس، متابعه التكليفات اللي بيكون عليها الطالب، متابعه كتابه التيسز، رساله الماجستير الطالب، بعكس ما يكون هناك طبعا عدد ضخم جدا اسايند او يعني مع كل استاذ. فبالتالي الاستاذ هيعاني، الطالب كمان هيعاني. في المعهد هناك تقريبا استاذ لكل 8 طلاب. بالمعهد ايضا خلال التسجيل، هناك المعهد يعتمد مبدا مقررات العابره للتخصصات، بمعنى في كل طالب الحق انه يسجل في مقررين من الخطه الدراسيه اثناء التسجيل، مقررين او المادتين او الكورسز او تو كورسز من خارج التخصص. بمعنى قد اكون انا بدرس ماستر مثلا علوم سياسيه او صحافه، واقدر ان انا ادرس مثلا تو كورسز او مقررين من تخصص مثلا الاداره العامه او الاقتصاد. فبالتالي المعرفه هنا عند الطالب هتكون بشكل يعني افقي. الطالب مش بس هيكون متخرج بمعارف ومعلومات ومهارات في تخصصه فقط، ولكن كمان هيكون عنده معلومات ومعارف من تخصصات كمان من خارج التخصص. فبالتالي طبعا اكيد الطالب هيكون يعني تحصيله كبير جدا في هذا المجال. الحصص او المحاضرات الدراسيه قايمه على نظام الفوكس جروبس، الحلقات النقاشيه، السيمينارز، حتى الاساينمنت احيانا بيكون فيها فردي وجماعي. ما فيش يعني الواجبات الكتابيه كلها عباره عن ريسيرش بيبرز. احيانا بيطلب من الطالب انه مثلا يلخص اسبوعيا 500، يكتب 500 مثلا كلمه في موضوع معين، يلخص بوك معين مثلا في عدد صفحات معينه، التكليفات الى ان يكتب طبعا الثيسس كمان. فكل التكليفات، النظام الدراسه كله قايم على الكوميونيكيشن مش على التلقين ما بين البروفيسور وبين الاستاذ اثناء الكلاس. المعهد من خلال مركز اللغات، المعهد به مركز يسمى مركز اللغات. مركز اللغات يقدم بشكل مجاني للطلاب اثناء الدراسه دورات تدريبيه على اولا تقويه اللغه الانجليزيه للطلاب اللي عندهم مشاكل في اللغه الانجليزيه. بيقدم كمان دورات تدريبيه في مجال الاكاديميك رايتنج، يعني الطلاب اللي محتاجين تقويه في كيفيه الكتابه الاكاديميه باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه، كتابه الابحاث العلميه، التوثيق، الامور دي كلها بشكل دوري اثناء الدراسه المعهد من خلال مركز اللغات بيقدمها للطلاب، بحيث يتخرج الطالب في النهايه يليق بطالب فعلا ماجستير، ويليق طبعا كأحد خريجي معهد الدوحة. المعهد دائم تنظيم الندوات والمؤتمرات، بنستقطب دائما وبندعو دائما جيست سبيكرز جدا مشهورين في مجالات كثيرة، كما طبعا هنتعرف كمان بعد شوية من خلال مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع المؤسسات الحكومية داخل دورة قطر. بعمادة شؤون الطلاب، احنا عندنا الكارير سيرفيسز اوفيس او مكتب خدمات الارشاد المهني. مكتب الارشاد المهني او التطوير المهني بالمعهد من خلال عمادة شؤون الطلاب بيقدم استشارات مهنيه للطلاب، بيقدم ورش تطوير مهني، ورش مثلا كيفيه كتابه السي في، ازاي تكتب السي في، ازاي تكتب بيرسونال ستيت، ازاي مثلا احيانا بيستضيف كما هو واضح مثلا بيستضيف خبراء في مجالات معينه مثلا من مؤسسات حكوميه، مثلا خبراء بيدوا طلاب كورسز مثلا او كيس ستاديز عن مؤسسات مثلا في القطاع الحكومي او غير الحكومي. بيقيم كمان مركز الارشاد المهني بالمعهد سنويا المعرض المهني السنوي. المعرض المهني السنوي او الكارير فير بندعو فيه تقريبا كل المؤسسات الحكومية والوزارات الحكومية وغير الحكومية داخل دولة قطر بالشركات العالمية، تقوم بعرض الوظائف الموجودة لديها، بيكون في الكامبس عندنا في الحرم الجامعي للمعهد، مساعدة لنا طبعا للطلاب بعد التخرج في الحصول على فرص عمل. أخيرا من خلال الأوفيس كمان الإرشاد المهني، في البورتال الخاصة بالإرشاد المهني، منصة الإرشاد المهني أو البورتال دي بوابة جيت
إلكترونية بعد تسجيل الطالب بنجاح. من خلالها دايما مكتب الإرشاد المهني بيعرض بشكل محدث دايما أبديتد الوظائف الموجودة داخل دولة قطر، وخاصة الوظائف الأكاديميك اللي ليها علاقة بالريسيرش. زي ما حكينا، المعهد هو معهد بحثي من الطراز الأول، هدفنا تخريج طلاب باحثين أكثر منهم طلاب أي شيء آخر. فبشكل دوري أيضا منصة الإرشاد المهني بتعرض غالبية الوظائف اللي بتكون موجودة في دولة قطر، خاصة الوظائف البحثية. أيضا هناك مكتب إرشاد نفسي، ويمكن ده شيء فريد يمكن في جامعاتنا العربية يعني مؤخرا. مكتب الإرشاد النفسي كما هو واضح ستكون بيقدم جلسات من خلال المرشدة النفسية في المعهد، بتقدم جلسات فردية أحيانا للطلاب اللي عندهم بعض المشاكل أو الضغوطات النفسية، وأحيانا جلسات جماعية. الهدف الأساسي من مكتب الإرشاد النفسي هو مساعدة الطلاب على التكيف مع ضغوط الحياة المرتبطة بدراسة الماجستير. طبعا كلنا عارفين أكيد مرحلة البوست جرادويت أو الدراسات العليا مرحلة جدا شاقة وفيها ضغوطات كثيرة، خاصة مع الطلاب الانترناشونال اللي بيكونوا يعني خارجين من بلدهم الأصلي وسافروا لمكان تاني. أحيانا بيتعرضوا لبعض الضغوطات النفسية، أحيانا بيكون في ملل، أحيانا مع الاساينمنتس او مع ضغوطات الدراسه. من خلال مكتب الارشاد النفسي بيساعدهم على تخطي وتجاوز هذه العقبات النفسيه. بيقيم طبعا زي ما انتم شايفين ورش بشكل دوري، بيتابعهم، بيكون في فعاليات متعلقه كلها بتصب في مصلحه تحسين المزاج والصحه النفسيه للطلاب، حتى يعني يكونوا قادرين على التحصيل العلمي بشكل ممتاز اثناء الدراسه. المعهد فيه هيئة تدريسية كبيرة بيدعمها هيئة كمان إدارية. المعهد حريص جدا على الريكروتمنت الخاص بالأكاديميك ستاف أو أعضاء هيئة التدريس. زي ما أنتم ملاحظين إحنا عندنا تقريبا أساتذة من غالبية الجامعات المرموقة، قلنا على مستوى يعني على سبيل المثال الحصر، عندنا أساتذة من الأيوبي من لبنان، من اليوسي من مصر، من جامعة قطر في قطر جورج تاون، عندنا أساتذة من الأردن، من فلسطين، من تونس، من المغرب، من جامعات عالمية. المعهد أيضا استقطب أساتذة من الولايات المتحدة، من جورج تاون، عندنا أساتذة من هارفارد، عندنا جون هوبكنز، عندنا من اليو كي، من كندا، من أستراليا. يعني كما هو واضح المعهد جدا حريص على استقطاب أساتذة من جامعات كبيرة ومرموقة بحيث يضيفوا لمكانة المعهد، وفي الأخير يكون هناك جودة كبيرة جدا وفاليو كبيرة للخدمات اللي بيقدمها المعهد للطلاب. المعهد عنده شراكات عديدة على المستوى المحلي داخل دولة قطر. بنفس ما حكينا حريص المعهد على تدعيم شراكاته واتفاقياته محليا. كما بنلاحظ تقريبا عندنا شراكات مع غالبية وأهم الوزارات داخل دولة قطر، الخارجية والداخلية والتعليم، العمل، التخطيط، المواصلات، حتى المؤسسات غير الهادفة للربح. حتى مع جامعة قطر عندنا شراكات، مع الهلال الأحمر القطري، مع قطر، صندوق قطر للتنمية، صندوق رعاية البحث العلمي اللي بيساعد الطلاب والأساتذة في تمويل البحوث العلمية، واللي بيساعدونا كمان من خلال حضورهم وتنظيم مؤتمرات مشتركة وندوات مشتركة. بيساعدونا كمان يكون في بيننا تنسيق دائم في مسألة التريننج أو التدريب لطلابنا. بعض التخصصات في المعهد يمكن تتطلب بعض التدريب العملي أثناء الدراسة، على سبيل المثال ماجستير السوشيال وورك الخدمة الاجتماعية بيحتاج ساعات تدريبية معينة، فلذلك لازم يكون هناك شراكة مثلا مع مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي المعنية بالأمر. ماجستير علم النفس الكلينيكي بيحتاج أيضا تدريب في مؤسسات طبية. طلاب الإدارة العامة أحيانا بيكون في بعض التدريب. طلاب الإعلام والصحافة من خلال شبكة الجزيرة الإعلامية أيضا معاها تعاون كبير. عربيا، على المستوى العربي عندنا شركات مع كتير جامعات عربية على مستوى، على سبيل المثال ما عندنا في بورسعيد في فلسطين، في محمد الخامس في المغرب، مولاي إسماعيل المغرب، في تونس، جسور طبعا لدينا شراكة مع مؤسسة جسور، وعندنا شراكة أيضا في السودان وشراكات عديدة في المملكة الأردنية الهاشمية. دوليا عندنا كمان كتير اجريمنتس مع جورج تاون، سواس يونيفرستي، بريستل،
جامعة برلين الحرة في ألمانيا، والعديد والعديد من الشراكات اللي بتساعدنا أكيد على تطوير العملية التعليمية بالمعهد. المعهد بالتأكيد هو مرخص ومعتمد من وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر، واجتاز مرحلتين الأولى والثانية كمان من الاعتماد المؤسسي الدولي. متوقع مع الشهر المقبل قبل نهاية 22 هيكمل كافة مراحل كمان الاعتماد. المعهد أيضاً على مستوى البرامج، غالبية برامج المعهد حصل على الاعتماد، على سبيل المثال في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية غالبية برامجها حصل على الاعتماد من مؤسسة فيبا بالولايات المتحدة، بالمملكة المتحدة، منها ماجستير الإعلام، علم الاجتماع، ومتوقع أيضاً مع قبل نهاية العام المقبل باقي البرامج كلها هتكمل الاعتماد. في كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة، برامجها الإدارة العامة والسياسات العامة معتمدة من ناسبا. ناسبا يمكن هي الشبكة أو المؤسسة بالولايات المتحدة الأمريكية المسؤولة عن اعتماد كليات ماجستير الإدارة والسياسات العامة على مستوى العالم. أقدر أقول إنه بس في الميدل إيست ومنطقة الشرق الأوسط جامعتين فقط اللي حاصلين على الاعتماد من ناسبا في هذا المجال، الإيو سي الجامعة الأمريكية في القاهرة ومعهد الدوحة للدراسات العليا. الخريجين المعهد نفس ما كنا ذكرنا، احنا استقبلنا الفوق الاول في عام 2015 اللي هو تخرج في 2017. حتى الان المعهد تخرج 6 افواج 6 دفعات. الفوق الاول اللي التحق في 2015 تخرج في 2017، كان تقريبا هناك 100 طالب وطالبه خريجين من داخل وخارج دوله قطر. الفوق الثاني كان تقريبا حوالي 157، الى ان وصلنا العام الماضي الفوق السادس مايو 2022 وتجاوز 218 طالب وطالبة من خارج وداخل دولة قطر. أين يذهب خريجو المعهد؟ في الحقيقة هناك تو تراكس أو هناك مسارين لما بعد التخرج. في المسار الأكاديمي اللي بتشجع عليه جدا الطلاب اللي بيختاروا إنهم يكملوا البي اتش دي أو بيشتغلوا في ريسيرش سنتر مركز الأبحاث كمساعد باحث. وفي المسار بروفيشنال أو المسار المهني، الطلاب اللي بيختاروا التحاق غالبيتهم بالتأكيد تحديدا مثلا من كلية الاقتصاد أو الإدارة والسياسات العامة على سبيل المثال، اللي بيختاروا المسار المهني والتحاق في سوق العمل سواء في المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية. من خلال الست أفواج احنا بنفتخر دايما ان العديد من خريجين المعهد نجحوا بالفعل في الحصول على فرصة استكمال الدكتوراه بعد تخرج من المعهد من مرحلة الماجستير في جامعات كبيرة كمان. زي ما نلاحظ هنا على سبيل المثال على المستوى الأكاديميك تراك أو المسار الأكاديمي، عندنا كتير خريجين من خريجين المعهد حاليا بيكملوا البي اتش دي على سبيل المثال في إدنبرا، سانت أندروز، عندنا في هولندا، عندنا في ألمانيا، عندنا في المملكة المتحدة، عندنا في الولايات المتحدة الأمريكية، عندنا في كندا. كتير من خريجين المعهد حاليا بيكملوا مرحلة الدكتوراه بعد التخرج من المعهد. الجانب الآخر، الطلاب اللي اختاروا العمل في وظائف ومؤسسات دولية، في عندنا في منظمة الهجرة الدولية بعد التخرج، بعد الطلاب التحقوا بها KPMG، في نفس ما حكينا اشتغلوا في مؤسسات محلية داخل دولة قطر، قطر فاونديشن على سبيل المثال، الهلال الأحمر القطري. في العديد من خريجين الصحافة والإعلام التحقوا حالياً في شبكة الجزيرة الإعلامية، في بي إن سبورت، في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، ومؤسسات ووزارات كثيرة داخل. على مستوى الريسيرش بنفتخر أيضاً كثير من طلابنا، مش فقط خريجين المعهد ولكن طلاب المعهد أثناء الدراسة في المعهد نجح العديد منهم بالتعاون مع الأساتذة في نشر أبحاث في مجلات علمية مصنفة ضمن QA. القائمة الأولى للQA اللي بيكون فيها يمكن أفضل وأكثر الأبحاث ذات الرصانة العلمية وذات يعني القيمة العلمية الكبيرة في التصنيف الدولي، طبعا سكوبس طبعا من الداتابيز ومن القواعد البيانات بالتأكيد المعروفة في اعتماد مسألة الأبحاث ونشر الأبحاث. فالعديد من طلاب المعهد وخريجين، وده يمكن بيعكس كمان جودة مش بس خريجين المعهد، طالب حتى كمان من خلال التدريب اللي بحصل عليه أثناء الدراسة، إزاي هو مفيد في الأوتكمز أو مخرجات المعهد، في طلاب قادرين على البحث
وعلى نشر أبحاث كمان محكمة أثناء كمان الدراسة وحتى بعد التخرج. هنا يمكن الجزء الأهم بالتأكيد الشروط القبول. على مستوى الماستر، الشرط الأساسي هو أن الطالب يكون أنهى مرحلة البكالوريوس من جامعة معترف بها نظامية وليس اكتساب، بتقدير جيد جدا أو ما يعادل الجيد جدا. وهنا حابب أؤكد على نقطة تحديد طلاب سوريا، ونحن نعلم سلم الدرجات هناك، فالحد الأدنى المعتمد للجامعات السورية هو 65%. فالحد الأدنى للطلاب السوريين تحديدا خريجي جامعات السورية هو 65%. الشيء الثاني، بإمكان الطلاب اللي في السنة النهائية final year students إن هم يتقدموا كمان للمعهد. يعني بمعنى إحنا حاليا باب القبول مفتوح، الطلاب اللي السنة دي في سنة رابعة في البكالوريوس أو في سنة ثالثة على النظام الفرنسي مثلا في تونس أو المغرب، وده آخر سمستر عندهم أو السبرينج اللي جاي آخر سمستر، يقدروا كمان يتقدموا للماستر في المعهد. المعهد نفس ما حكينا بيعتمد اللغة العربية أو الإنجليزية، لذلك عنده شرط للقبول هو تقديم ايلتس اكاديميك 5.5 او ما يعادله توفل اي بي تي 59 او نتيجه اختبار فرنش دلف بيدو 50. يعني اما الطالب يجيب الايلتس او توفل او الدلف اللي هو اختبار المعياري باللغه الفرنسيه، ده شرط القبول. لكن لو الطالب خريج بكالوريوس من جامعه امريكيه، جامعه بريطانيه، كنديه، او حتى جامعه عربيه ميجر انجلش تخصص او الجامعه لغه الدراسه الرسميه فيها انجلش، بيعفى من شرط القبول. في كمان شرط للتخرج ان الطالب يحرز 6.5 قبل التخرج او انه يستكمل المقررات الانجليش اللي بيوفرها المعهد اثناء الدراسه. على مستوى البي اتش دي الدكتوراه، الطالب يشترط يكون حاصل على البكالوريوس بمعدل جي بي اي ما يقلش عن 3.2 والماستر 3.5. كمان في شرط للايلت 6.5 او توفل اي بي تي 79، ده بالنسبه للبي اتش. كمان الطالب ممكن يعفى من شرط اللغه لمرحله البي اتش دي لو كان انهى الماستر باللغه الانجليزيه. يعني كمان لو حصل على الماستر من جامعه امريكيه، بريطانيه، او اي جامعه عربيه لغه الدراسه فيها الرسميه هي الانجليش، كمان بيعفى من شرط اللغه الانجليزيه. السكولارشيب او المنح اللي بيوفرها المعهد على مستوى الماستر، المعهد بيوفر للطلاب الدوريين منح دراسيه كامله كل سنه. في كتير بنفيتس للمنح داخل المعهد. احنا بنبتدي طالب مصروف شهري، يعني مونثلي ستايبند، حوالي ما يعادل 700 دولار شهريا طوال فتره الدراسه السنتين، من اول ما بيقبل الطالب وبيصل للدوحه في شهر اغسطس، ولمده سنتين بيحصل شهريا على ما يعادل 700 دولار امريكي. كمان بنعطي الطالب او الطالبه ميديكال انشورنس، تامين صحي. بنديه كمان زي ما شفتوا في الفيديو اقامه كامله بالسكن الجامعي داخل المعهد. السكن الجامعي كمان كما لاحظتم مؤثث بالكامل، تقريبا يعني سكن فندقي للطالب، بيقيم فيه بشكل فردي، غرفه فرديه وليس يعني شيرنج او يعني فيش مشاركه في السكن. كمان بندي الطالب او بنوفر له تو تيكتس، التيكت الاولى من بلده اول ما بيجي لاول مره بعد القبول الرسمي، والتيكت الثانيه بعد سنتين بعد ما بيتخرج بنجاح من المعهد. فدي باختصار المنح اللي بيقدمها المعهد للطلاب. عشان الطالب يكون eligible او يعني يحصل على المنحه، لازم او ينبغي اولا يكون حصل على القبول الاكاديمي، لازم يكون مقبول رسميا في المعهد عشان يكون يعني مؤهل للحصول على المنحة. طلاب الدوليين بشكل تلقائي بمجرد الحصول على القبول الأكاديمي بيقدموا على الموقع الإلكتروني المعهد وبيحصل الطالب على المنحة الكاملة بشرط أكرر اجتياز مراحل القبول اللي هنتعرف عليها. على مستوى الـ PhD كمان عندنا منح دراسية للطلاب مقسمة على حسب اجتياز كل مرحلة من مراحل الدكتوراه. يعني المرحلة الأولى في القبول الرسمي الأول، الطالب اللي بيقبل أيضا في الدكتوراه بيحصل على المنحة، الطالب الدولي، وإن كان يعني المصروف الشهري بيكون أعلى إلى حد ما يتجاوز أعتقد 1200 تقريبا، ما يعد تقريبا 1200 دولار. بعد كده
نجح في العام الأول، العام الثاني بيحصل على منحة بناء على تحقيقه لمعدل 3.5 إلى أن يصل إلى كتابة التيسيس أيضا بيكون فيها هناك. طيب إيه هي الدوكيومنتس أو الوثائق المطلوبة من المتقدمين يقدموها على الابلكيشن؟ احنا يمكن بنستقبل فقط الابلكيشنز عن طريق الموقع الالكتروني اونلاين، لا نقبل اي ابلكيشنز عن طريق الايميل او بالبوست عن طريق البريد او باليد، فقط عن طريق الادمشن ابلكيشن. طيب بالنسبه للماستر، بنطلب من الطالب انه يرفق نسخه من افاده او شهاده البكالوريوس. طلاب اللي حكينا عنهم الفاينل يير ستودنتس او طلاب السنه النهائيه بامكانهم ان هم يقدموا الترانسكريبت فقط الخاص باخر اللي فقط الخاص بالدراسه من البدايه او حتى تقديم الطلب. بنطلب كمان بيان الدرجات، نسخه من كشف الدرجات او الترانسكريبت. بنطلب نسخه من السي في، نطلب نسخه من الخطاب الشخصي او البيرسونال ستيتمنت. الخطاب الشخصي باختصار بنطلب من الطالب انه يكتب حوالي 700 كلمه بيكتب فيها باختصار بالعربي او بالانجليش عن أسباب اختياره للدراسة في المعهد، هدفه من الدراسة، نقاط القوة في ملفه، خططه، أي معارفه الخاصة بالتخصص. برامج كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بتطلب كتابة أكاديميك إيسي، مقالة بحث صغير حوالي 1000 كلمة، ممكن الطالب يستعين بالمراجع في موضوع معين ومحدد داخل الابلكيشن. طبعا أكيد نفس ما حكينا الآيلتس أو التوفل أو شهادة الإعفاء، وتو ريكومنديشن ليترز، طبعا رسالتين تزكية. مش بنطلب من الابليكانت ان هو يقدمهم على الابليكيشن، ولكن داخل الابليكيشن في بيج معينه الابليكانت بيكتب فيها الاسم والايميل لشخصين اساتذه درسوه، والسيستم هو اللي بيتواصل معهم بيطلب منهم الريكومنديشن. على مستوى البي اتش دي الدكتوراه هي تقريبا نفس الوثائق المطلوبه، بالإضافة إلى أن احنا بنطلب نسخة من رسالة الماجستير أو ملخص رسالة الماجستير، personal statement كمان، بالإضافة لـ initial PhD proposal، يعني مقترح صغير حوالي 2000 كلمة بيكتب فيه الطالب عن مشروعه ومرحلة الدكتوراه، بالإضافة كمان طبعاً لشهادة التوفل أو الآيلتس أو الإعفاء. والـ PhD بتطلب 3 recommendation letters، مش 2 نفس الماستر. الـ admission selection process يعني بتبدأ نفس ما حكينا مع تقديم طلب القبول. احنا يمكن فتحنا باب القبول في 1 سبتمبر، الـ deadline ان شاء الله يفترض 20 يناير 23، تبقي حوالي شهر ونص اعتقد او اكتر شوية. بعد ما بنقفل الـ admissions system يعني تماما بيكون مغلق، بنبدأ في تقييم كل شيء قدمه الطالب في الـ admissions office. بنشوف الـ transcript، شوف درجاته الـ IELTS، البيرسونال ستيتمنت، نتاكد ان الطالب قدم كل الاوراق، الترانسكريبت بناكد تاني يكون كامل، بيان الدرجات ما يكونش لسنه واحده ولكن يكون بيان الدرجات للاربع سنوات البكالوريوس في كل الكورسز او المقررات او المواد اللي درسها كل الطالب. بعدين اللي بيستوفي هنا تقييم بيشوف الدرجات ويعني قدم كل الوثائق وتاكدنا في المكتب القبول من ذلك، بشكل تلقائي بيتحول لمرحله التقييم الاكاديمي عند الاساتذه. في كل بروجرام، في كل تخصص في المعهد بيكون في 3 بروفيسورز، في 3 اساتذه بيقيموا الطلبات، كل استاذ بيعطي سكور للطالب، بيفحص تاني كل شيء قدمه الطالب وبناء على درجاته، مثلا في البكالوريوس درجه الايلتس، على البيرسونال ستيتمنت اللي كتبه، ازاي قدر يقنع الاستاذ فيه انه عنده معارف انه فعلا قادر على دراسه الماجستير، بيكون تاهل الطلاب للمرحله الاخيره مرحله الانترفيو. الانترفيو بتكون اونلاين طبعا للطلاب الدوليين، بيكون نفس الثري بروفيسورز موجودين مع الطالب، بيتناقشوا مع الطالب حوالي 15 to 20 minutes يعني حوالي تلت ساعة، في كل شيء قدمه الطالب، بيسألوه في كل شيء قدمه، ما عارف بالبروجرام ليه حابب تقدم على التخصص ده، كلمنا عن نفسك. أحيانا ممكن يكون في أسئلة بسيطة عن التخصص نفسه أو عن نظرية معينة في التخصص. بعدين بيتم تجميع وترتيب درجات الطلاب في المقابلة الشخصية والتقييم الأكاديمي، والحاصلين على أعلى درجة في الانترفيو طبعا هم بيحصلوا على القبول في النهاية. في بعض التواريخ الهامة نفس ما حكينا، احنا مقرر ان احنا الإغلاق باب القبول هيكون 20 يناير 2023.
في ميزة في الادميشن ابليكيشن يمكن انه متاح للطالب او الطالبة انه يدخل يعمل ابليكيشن، تو كرييت ابليكيشن، تنشئ طلب وتروح، يعني تروح مرة عليه وتعدل وتعمل سيف تحفظ وترجع له تاني. ولكن بمجرد ما هنوصل ل 20 يناير السيستم 20 يناير بعد 20 يناير بيوم خلاص السيستم اوتوماتيكلي will be closed. معناه الطالب مش هيكون قادر على انه يدخل على السيستم او يعدل فيه. فلذلك دايما بننصح انه نتاكد قبل 20 يناير يكون الطالب عمل سبميت للابلكيشن. في تو تايبس اوف او للادميشن ابلكيشن ستاتس بشكل عام. حاله الطالب اما بيكون سيفد، يعني الطلب محفوظ، فبالتالي الطالب يقدر زي ما حكينا يزور الطلب اكثر من مره، يدخل على الابلكيشن يعدل يضيف شيء يعمل شيء. وفي حاله السبميتد، سبميتد معناها ان الطالب خلص الابلكيشن كامله وقدم كل شيء وضغط سبميت، فبالتالي الطلب خلاص ما يقدرش يغير فيه اي شيء. لذلك اولا بننصح انه الابلكنت الطالب او الطالبه ما يعملش سبميت للابلكيشن ويستعجل، لانه اللي هيقدم في البدايه هو نفس فرصه اللي هيقدم في النهايه مثلا 20. ده اولا. ثانيا نتاكد جدا 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 ان احنا قدمنا كل الدوكيومنتس المطلوبه. لو في اي مشكله تواصلوا معانا عن طريق الايميل. الشيء الثاني انه بعد الديدلاين احنا بس بنقيم الطلبات السبميتد، يعني الطلب لو سيفد مش هنقيم الطلب، بس الطلبات اللي توصلنا بشكل نهائي السبميتد هي دي اللي احنا هنكون قادرين على ان احنا نقيمها. فبالتالي اللي حابب يدخل الكومبيتيشن المنافسه على السكولرشيب لازم يتاكد ان حاله الطلب سبميتد قبل 20 يناير وتحولت حالته، حتى بالعربي اعتقد بيكون اسمه محفوظ وليس يعني نهائي. بعدين نفس ما تحدثنا في مارس ان شاء الله 23 تقريبا بعدها بشهر او شهرين هيكون موعد الانترفيوز، هيوصل للطالب طبعا اللي تاهل فقط، مش كل الطلاب طبعا بيتم التواصل معهم، طلاب فقط اللي استوفوا المعايير. في الغالب في شهر مارس بتكون الانترفيوز عن طريق الزوم او اونلاين. وبنعلن نتائج القبول طبعا في ابريل 2023. بدايه العام الاكاديمي في الغالب بتكون نهايه اغسطس او بدايه سبتمبر بشكل عام. طيب في طريقتين للتواصل معنا في الادميشنز اوفيس. في الادميشنز ايميل ظهر امامكم admissions@ohioinstitute.edu.qa، وفي رقم الهاتف. احنا مواعيد عملنا في المعهد في دوله قطر من الاحد الى الخميس من الساعه 8 صباحا للساعه 4 مساء بوقت الدوحه. هكرر تاني لو في اي اسئله او استفسارات بنسعد بيها طبعا على عن طريق الهاتف او عن طريق البريد الالكتروني. البريد الالكتروني في الغالب بيتم الرد على الابليكانت في 2 بزنس دايز، يمكن في خلال احيانا كمان قبل 2 بزنس دايز، ولكن بحد اقصى حتى لو تاخرنا شويه في الغالب يعني دائما بنلتزم بال 2 بزنس دايز. تاني بننصح انه عدم التسرع في تقديم الطلب. لو عند حضرتكم اي استفسار تواصلوا بيه معنا على الادميشنز ايميل، هنرد عليكم فورا طبعا وقت ما نكون طبعا متاحين في ساعات العمل. لا نتسرع في تقديم الطلب، نتاكد ان الوثائق كلها موجوده، نتاكد انه من بعض الملاحظات كمان موضوع الترانسكريبت بين الدرجات ان يكون واضح. احيانا في بعض الطلاب بيعملوا سكاننج يعني بشكل خاطئ، ما بتكونش مثلا درجات الطالب واضحه، مش بيلتزم مثلا بعدد الكلمات. يعني على سبيل المثال مثلا بيرسون ستيتمنت الخطاب الشخصي بنطلب الطالب يكتب من 700 ل 1000 كلمه لازم يلتزم بها الطالب. الاكاديميك اسي مثلا 1000 كلمه، نحاول نلتزم قدر الامكان بالامور دي، ان كل الامور دي بتساعد ان الطالب يقدم يعني very successful يعني admission application. ده كان كل مرادنيا طبعا. شكرا جزيلا مره ثانيه لحضراتكم، اتمنى تكونوا استفدتم اليوم، واعتقد المجال دلوقتي هيكون مفتوح للرد على استفسارات يعني حضراتكم. استاذ محمود الف 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 شكرا، يعطيك الف عافيه على البرزنتيشن، المعلومات صراحه جدا وافيه، واكيد بدي
هنيكون على الهيكلية المهمة بإدارة الطالب من مرحلة القبول لمرحلة الدعم بخلال فترة الدراسة لحتى الاهتمام ما بعد التخرج وبالمسارات ما بعد التخرج. هي كلها بروسس صراحة كثير مهمة عم تنشغل على مستوى كثير عالي. أنا بقولكم يعطيك ألف ألف عافية، وأكيد شكرا كل جزيلا. الطاقم بمعهد الدوحة، وللأشخاص أكيد اللي إن شاء الله حيكون عندهم فرصة إنه ينضموا لمعهد الدوحة. أنا هلا صار وقت نجاوب على أسئلتكم، بس أنا قبل بس عندي هيك استفسار سريع مع أستاذ محمود، لأنه سألني أنا بشكل جانبي كثير، جاني سؤال كمان موضوع الانجليش. حضرتك ذكرت موضوع الانجليش، انما خلينا بس نتاكد اول شيء، لغه الدراسه هل هي كل الاختصاصات باللغه الانجليزيه، او عفوا ارجع اعيد السؤال، اذا الاختصاص كان هو باللغه العربيه هل كمان شرط اللغه الانجليزيه مطلوب؟ يس، هو شرط اللغة الإنجليزية مطلوب، ويمكن تحديدا في تخصص، تحديدا في التزام كامل كمان بالدراسة باللغة الإنجليزية، هو ماجستير علم النفس الكلينيكي، وده يمكن التخصص الوحيد اللي بيشترط إن الطالب يكون عنده بكالوريوس في علم النفس. يمكن من ضمن المميزات، أنا اتكلمت عن موضوع عبور التخصصات، فالطالب مش شرط إنه يكون حاصل على نفس التخصص البكالوريوس أو نفس تخصص الماجستير في البكالوريوس. يعني مش شرط يكون الطالب اللي متقدم مثلا الماستر في البوليتكس يكون عنده ماجستير في البوليتكس، ممكن يقدم من انجينيرنج او من فلسفه او من اي تخصص تاني. استثناء بس ماجستير علم النفس الكلينيكي، لازم يكون الطالب عنده بكالوريوس في علم النفس. طبعا دي اكيد يمكن تعليمات حتى الوزاره كمان أكيد عشان الطالب يكون يعني قادر على الحصول على رخصه مزاوله المهنه. مساله اللغه الانجليزيه، المعهد يمكن يعني التزاما برسالته هو تخريج جيل جديد من الباحثين القادرين كمان على النشر باللغه العربيه، ولكن كلنا عارفين أهمية اللغة الإنجليزية. في فقر كبير جدا في المكتبة العربية في مسألة الأبحاث. كتير من الطلاب بيعاني، حتى لما بيجي بيروح على المكتبة العربية يجيب ريفرنسز أو مراجع، للأسف يعني نادرة جدا المراجع العربية. بالإضافة لكده كلنا كمان عارفين قد إيه الإنجليش مهم في حياتنا، مش بس في الماستر، في كل شيء. فحتى ال 5.5، أنا بصراحة في وجهة نظري يعني حتى ال 5.5 مش درجة كبيرة، يعني هي اعتقد هي الحد الادنى اللي من خلاله يكون الطالب حتى يعني قادر انه يتخرج كطالب فعلا ماستر فعلا محترم بصراحه، وعنده جوده كبيره وقادر فعلا يبحث ويعمل ريسيرش حتى بالعربي حتى ببدائيات. بدايات فمساله الانجليش هي بالضبط. طبعا يعني بالظبط يعني هي 5.5، مش ازمه اعتقد في رايي. لكن تاني باكد، الطلاب الخريجين مثلا يعني على سبيل المثال عندكم في لبنان الاي او بي، احنا عارفين دراسة بالإنجليش اللي هي كتير جامعات عشان بس والال اي نسيت واللبنانية الدول ال اي كمان بالانجلش. هاي جازيان اعتقد، سان جوزيف، الاي او سي في مصر، اغلب هي جامعات معروفة. الجامعات بلبنان هي لغة انجليزية. يس بالضبط، انا اعتقد اغلبية الجامعات في لبنان الدراسة فيها بالإنجليش. غالبية كبيرة. فالطالب لو خريج جامعة من الجامعات دي او خريج من يو كي او من امريكا او من اي مكان، بيكون اكزمتد، يعني بنعفيه من شرط الإنجليش. مجرد تجيب مستند او خلص، بما انه الجامعه هي حتكون يس بالظبط بالظبط. معترف فيها. ولكن احيانا في بعض البرامج ممكن بندي الطالب كونديشنال ادميشن، قبول مشروط. على سبيل المثال بعض البرامج مثلا زي برامج تحديدا الفلسفه، التاريخ، اللسانيات العربيه، علم الاجتماع، الاربع برامج اللي قلت يعني هكررهم، الفلسفه، التاريخ، وعلم اجتماع، واللسانيات العربيه، احيانا ممكن بندي الطالب كونديشنال ادميشن لو اجتاز الانترفيو. لو عظيم. كان طالب متفوق واجتاز الانترفيو ومش معاه انجلش، ممكن نعطيه كونديشنال ادميشن لمده سنه. عظيم. بنعطيه قبول عادي خالص، يعني في مي زي ما حكينا في وقت نتائج القبول بنبعت له ادميشن اوفر، وبنقول له ان انت ممكن تحتفظ بالادميشن اوفر ده لمده سنه. السنه دي مش هتيجي المعهد، هتفضل في بلدك تدرس انجلش، وتجيب لنا بعد السنه الصيف اللي بعده نتيجه الايلتس. لو عظيم. جبت نتيجه الايلتس بتيجي تدرس في المعهد السنه اللي بعدها وقبولك محفوظ. عظيم عظيم. هي لو ما قدرتش بعتقد بيكتبوا فرصة صحيح. جيدة صراحة للأشخاص يس لحاولة تأدب مع الشرط اللغوي، فرصة بالتأكيد جيدة. طبعا. طيب أنا ما راح أخذ وقت لإلي أكثر، لأنه في عنا أسئلة كثيرة. حبلش بشكل سريع بالأسئلة المتوفرة. الإيميل ذكرنا وموجود بالتشات هلا، الادمشن دوحة انستيتيوت دوت ادي دوت كي كيو اي، حيكون فيكم تتواصلوا أكيد لكل الاستفسارات. هل يوجد اختصاصات هندسي؟ بعتقد لا، بس أكيد إذا بتحب تجاوب أستاذ محمود. لا ما فيش ماشي. احنا بس تخصصاتنا كلها يعني سوشيال ساينس، علوم اجتماعية وإنسانية، او اقتصاد، او إدارة، او سياسة عامة. طيب.
تقدمت بالسنة الماضية ولكن للأسف لم يكن قبولي للمنحة. أتمنى أن توسع قليلا في خصوص مبدأ القبول. بعتقد أستاذ محمود شارح مبدأ القبول بالتفصيل. يس إذا في يس أي مشكلة يمكن تتواصل نحلها معانا، تتواصل على معانا نشوف ايه المشكلة على الايميل. وكمان هأكد تاني، احيانا في طلاب بيقعد سنة واثنين وثلاثة بيقدم وبعدين بيتقبل، مش شرط ان الطالب يترفض في مرة، unless انه الطالب يكون مثلا عنده مشكلة يعني كبيرة، بمعنى مثلا للأسف مثلا ما عندوش الجي بي اي مثلا مطلوب او حاجة، بالتالي احنا متزامنين معاه. انا في بعض الطلاب بيكون عنده كل شيء ولكن الكومبيتيشن نفسه ما حكينا كبيرة جدا او جدا عالية عندنا في المعهد، فبالتالي احيانا بتكون يمكن منافسة عالية. في بعض الطلاب مش بيتقبل من اول سنة، ممكن يتقبل السنة اللي بعدها او التالتة، فيعني ما نيأسش يعني دايما. حسب كل الابلكيشن كل سنة اكيد. نعم صحيح صح، خاصة زي ما حكينا الكومبيتيشن عالية صحيح والمعهد بيقدم جدا فيري كومباتيتيف سكولرشيب، طبعا بتوفر كل شيء تقريبا نفس الوقت. صحيح. هل يوجد عدد محدد للتسجل في الماجستير وهل يوجد عدد محدد للمنحة؟ بعتقد أظن الاكسبتد ابليكنتس، هل يوجد عدد محدد للاكسبتد ابليكنتس كسكولرشيب وكادميشن؟ تقريبا لا، ولكن انا اقدر اقول لك ابروكسيمتلي احنا تقريبا كل سنه بنقبل حوالي 150 طالب دولي. عظيم. في ظني هي النسبه الاكبر يمكن في يعني يمكن في منطقه الوطن العربي كلها، مش هقول ميدل ايست ولكن الوطن العربي، اعتقد عظيم. هي اكبر نسبه طلاب بيتم قبولهم بمنحه كامله على مستوى الماستر، اعتقد هي في المعهد. عظيم. عظيم. بعد سؤال، هل يوجد عمر محدد؟ ما فيش عمر محدد، ما فيش لا يوجد عمر شهادة عمر. في حال عدم وجود شهادة لغة هل نستطيع الحصول على قبول شرطي؟ أكيد هلا ذكر الأستاذ محمود في حال ذلك. عدم وجود لغة. نكرر التاني، برامج الفلسفة، التاريخ، علم الاجتماع، اللسانيات العربية، انجتاز الطالب الانترفيو، المقابلة الشخصية، وكان مستوى في كل الشروط باستثناء اللغة، ممكن نعطيه conditional admission لمدة عام. عظيم. I'm an MBA graduate from the Lebanese American University without a thesis. Is it obligatory to pursue my PhD in your institution? اللي مش عندهم رسالة الماجستير أو الثيسس هل بيقدروا يعملوا يقدموا على الـ PhD إذا ما مش بيقدر، عندهم؟ احنا قلنا الابلكيشن فيها بالنسبه للبي اتش دي في اوبشن، اما تقدم كوبي من الثيسس او ريسيرش سامبل، يعني حتى لو في بحث معين عمله الاستودنت اثناء الماستر بيقدر يقدم يعني سامري للبحث. Exactly. Do you have full scholarship for the PhD? أكيد هي المنحة بتغطي الماجستير والPhD. يس Could I pursue my PhD while I'm in Lebanon hybrid learning? هل هو متاح للهايبرد أو لل لا، الدراسة في المعهد فول تايم، on site لازم الطالب يكون اون كامبس. اون كامبس يس. in campus؟ طيب what is your international accreditations؟ أكيد هلا أستاذ محمود ذكر الأكريديتيشن، إذا بتحب ترجع تقول بشكل سريع. يس، الانترناشونال اكريديتيشنز، المعهد طبعا معتمد، اولا مرخص ومعتمد من دولة قطر. المعهد حاصل على اكريديتيشن من فيبا من فيبا للكلية السوش، ومن ناسبا للكلية البابليك ادمنستريشن بابليك بوليسي والايكونومكس. بس اضيف بس جزئيه، يعني انه لو عملنا كومباريزن، لو انت هتقارن عمر المعهد، دي يعني جزئيه يمكن دقيقه شويه تكنيكال من خبرتي في الجامعات، لو هتقارن عمر الجامعه مع الاكريديتيشن اللي حصلت عليها جدا انت عامل اتشيفمنت. أكيد. معهد الدوحه عمره فقط حوالي 7 أو 8 سنوات، وعلى السبعة او السنة. 8 سنوات اخذ اكريديتيشنز كتيره جدا، قارنها بجامعات ليها عشرات او صحيح. يعني مئات السنين. مسألة إنك تحصل على accreditation مسألة مش سهلة أبدا، محتاجة كتير جدا requirements وشغل كتير جدا. أكيد يعطيكم ألف عافية، مجهود كتير كبير. What is the international ranking for the PhD studies? في international ranking لل PhD studies؟ إحنا بس لسه زي ما حكيت، لسه الكهورت الأول لسه بادئ السنة دي، لسه ما عملناش. أوكي. ممكن إحنا الماستر، أوضح تاني لو سمحت أستاذ أحمد، إحنا يتفضل. الماستر خرجنا 6 كوهورتس، في عندنا 6 افواج اتخرجوا من الماستر من 2015. البي اتش دي بس لسه اول كوهورت بدأ دراسه السنه دي. ستيل فريش يعني. يس يعني بس لحتى ممكن تبعت التسجيل، ما بعرف اذا السؤال يمكن لي انا اكيد مش قادر يحضر على الزوم او بيقدر يرجع يشوف السيشن المسجله على جروب قبيله على فيسبوك. السلام عليكم. الاول، لماذا لا يوجد اكثر من خيار للتقديم، يعني ان يكون اكثر من تخصص واحد متاح؟ والسؤال الثاني، بعتقد في كثير تخصصات، إذا كان التدريس باللغة العربية لماذا لا يمنح الغير حاصل على التوفل أو الآيلتس ساعات لغة في المعهد
تحدثت مع دورات اللغة لدعم الطالب، فهل هذا دليل على قبول الطلاب لا يملكون الآيلتس؟ أما السؤال بدك، هو نفس الكومنت، فيه 3 أسئلة، بدك يس، فنشوف لا ممكن الأفضل. واحد واحد. يس سؤال أول، أوكي. لماذا لا يوجد أكثر من خيار للتقديم، يعني أن يكون أكثر من تخصص واحد متاح؟ يعني احنا نفس ما حكينا الكومبيتيشن جدا عاليه في المعهد. يعني انت تخيل بيقدم لك مثلا كل سنه 3000 مثلا، يعني 3000 طالب عندك، يعني 3000 ابلكيشنز، بتاخد منهم 10% بس فقط، 300 طالب مثلا. فلو انت ال 3000 طالب هتلاقي منهم 50% كل واحد مقدم من اكتر من تخصص، فهيدخل اكتر من كومبيتيشن، فالاستاذ هيشوف اكتر من ابلكيشنز لنفس الشخص. نفس الشخص. شويه صعبه، شويه صعبه تو بي اونست، يعني كتير جدا صعبه. لذلك انا شخصيا بنصح دايما ركز بس في تخصص واحد، اشتغل عليه واقرا عليه كويس، وقدم لاكتر يعني ميجر انت شايف ان عندك فعلا ستريتس بوينتس، يعني عندك نقاط قوه وقادر اوير جدا بالتخصص وفاهم وعندك معارف. فبس هي دي الفكره. فبننصح دايما just only one single application for only one product. وهذا بيفسر اكيد كمان التايم فريم بين تاريخ الابلكيشن لتاريخ البدء العام الدراسي، لان في عمليه طويله من استغلال الابلكيشن. بالضبط بالضبط بالضبط. السؤال الثاني بيقول انه طالما بينقبل الاشخاص اللي مش عندهم اثبات لغه ايلتس او توفل بقبول شرطي، فليش ما بيصير القبول الشرطي انه يجوا على المعهد ويدرسوا اللغه؟ ده كان بيتم زمان، كان في بعض الطلاب بنستخدمه، ولكن هو الهدف الاساسي من مركز اللغات، واحنا ليه بندي كورسات مركز اللغات؟ عشان نساعد الطلاب على تحقيق شرط التخرج مش القبول. بمعنى انا حكيت انه في تو انجلش ريكويرمنتس، في الادمشن ريكويرمنت الاولاني او الكونديشن الاولاني شرط القبول انك تدرس في المعهد لازم يكون معاك 5.5. ولكن على سبيل المثال انت جيت المعهد واتقبلت وعندك 5.5 او 6 فلايتس، المركز اللغات هيديك 1 او 2 كورسز في الانجليش عشان تتخرج وانت مكمل الانجليش. تمام؟ اوكي. انما لو انت حاصل على قبول مشروط هديك الكورسز اونلاين، لكن برضه مش هتيجي المعهد. فهي دي الفكره. أوكي. فهي دي الفكره. اوكي. السؤال الثالث، انا املك شهاده لغه تركيه، لماذا لا تكون بديل عن اللغه الانجليزيه؟ بعتقد في الفرنش، في اللغه الفرنسيه. بس في اللغه الفرنسيه. لا تركيا لا، احنا حكينا اللغه الانجليزيه التوفل او الايلتس او الدلف بيدو اللغه الفرنسيه. اعتقد الفرنسيه ليها وجود في لبنان طبعا، اكيد في اكثر من جامعه تعتمد كلغه تدريس، وكمان الجامعه اللبنانيه الرسميه للحكوميه كمان تعتمد اللغه العربيه والفرنسيه وبعض اختصاصات اللغه الانجليزيه. لدي سؤال بالنسبه للطلب القديم المقدم السنه الماضيه، هل يجب اعاده تعبئه الطلب من جديد؟ اليس هناك نعم اعاده النظر بالطلب القديم؟ لا مش انه بيرجع، لا يو هاف تو ري ابلاي. يعني الطالب اللي عنده ابلكيشنز قدم السنه اللي فاتت، بالعكس تاني بننصح ان انت تو ابديت يور ابلكيشن، يعني ابديت يور دوكيمنت، ارجع تاني على البيرسونال ستيتمنت اللي كتبتها السنه اللي فاتت، حاول تحسن فيها. كمان راجع اوراق كلها، راجع السي في، اكيد في ابديتس حصلت، يعني مستحيل من السنه اللي فاتت للسنه دي، اكيد في حاجات بالتاكيد اللي استفاد الطالب. أكيد 100%. أنا حكيت فيه بالأسئلة بس عدد الأسئلة كبير، ونحن المفروض كنا عم نقول ساعة. الموضوع بيرجع لك أستاذ محمود، قادر نمد بعد شوي وقت لنجاوب على الأسئلة؟ لا بالعكس بالعكس بالعكس، عظيم بكل سرور. بس خلينا لو نركز على أسئلة جديدة، يعني بما أننا جاوبنا على أسئلة كتير تمام كمان هيك الحلقة ريكوردد، خلينا على أسئلة جديدة عشان الكل يستفيد. تمام، الأسئلة اللي جاوبنا عنها أوريدي أنا حقطعها، مش التخصصات اللي فيها دراسه باللغه العربيه حكينا قلنا ذكرتهم من خلال البرزنتيشن، اذا حابب تعقب اكيد. يعني مش باللغه العربيه، ولكن تاني في بعض البروجرامز لو الطالب حصل على قبول اجتاز الانترفيو كان معاه كل شروط القبول باستثناء الانجليش، في 4 تخصصات، الفلسفه ماجستير الفلسفه او التاريخ او علم الاجتماع او اللسانيات العربيه. عزيز. لو الطالب قدم الابلكيشن كامله فيها كل شيء ما عدا الايلتس ممكن ياخذ قبول مشروط لمده عام. عظيم. في سؤال بيقول انه هل اي شخص تم القبول ملفه كعم نحكي كادمشن راح يكون كمان ينقبل كمنحه 100%؟ ادمشنز بمعنى قدم الطلب على السيستم ولا يعني اجتاز الانترفيو؟ قدم ليتم قبول البروفايل ادمشن، ولا هو اللي عمليه التقدم للادمشن غير عمليه التقدم للمنحه، او هن مرتبطين مع بعض؟ زي ما حكينا، الطالب اللي وصل لمرحله الانترفيو ووصلوا عرض قبول من المعهد هو بشكل تلقائي هيحصل على منحه كامله من المعهد، طالب الدولي. عظيم عظيم. فعشان تحصل على المنحه سكولرشيب
لازم تجتاز الانترفيو يوصلك القبول الرسمي في شهر 5 او في شهر ابريل تحديدا، في شهر 4. ابريل، عظيم. اذا اوكي، اللي بيوصل لمرحله الانترفيوز يعني هذا بيعني انه اكيد اللي بيوصل مرحله الانترفيو وما بعد، صحيح، هو اجتاز يعني اكيد، مش كل اللي بيوصل انترفيو بيجتاز اكيد تم قبوله، يعني خلص المرحله المؤهلات. باختصار الطالب اللي وصل له عرض ادمشنز اوفر، عرض قبول رسمي في ابريل، معناه انه حصل على منحه كامله بالمعهد في نفس الوقت، صح، وغير شرطي عرض. ما هي الشهاده الذي يكون ان يجب ان اوكي، شو هي الشهاده اللي المفروض حتى يقدم على الماستر العلم الاجتماعي، شو هي الشهاده المفروض يكون الشخص حاصل عليها؟ بعتقد احنا التخصصات المعهد كلها مش شرط يكون الطالب حاصل على نفس تخصص الماجستير، يعني مش شرط مثلا يكون خريج علم اجتماع او خدمه اجتماعيه عشان يقدم علم اجتماع، او يكون اداره عشان يقدم، باستثناء ماجستير علم النفس الكلينيكي كلينيكال سايكولوجي لازم يكون عنده بكالوريوس في علم النفس. غير كده مش شرط، ممكن يقدم بتخصص مختلف تماما. عظيم. رسالة الحفظ باللغة الإنجليزية أو بالعربية، ونفس الشيء كمان رسالة التوصية، ونفس الشيء كمان حول المقالة الأكاديمية. كل الدوكيومنتس يقدر يقدمها الطالب إن إنجلش أو إن أرابيك عادي، مفيش مشكلة. يعني باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، حتى الريكومنديشن. عظيم. هل ماستر، جاوبنا أكيد عن ماستر العلم النفسي يفترض يكون بكالوريوس، ما هي لغة الانترفيو، عربية أو إنجليزية؟ بتكون ما بين الاثنين، ما بين اللغه العربيه واللغه الانجليزيه كمان، تو ميك شور، يعني this is a very good question. الاساتذه من ضمن الاسئله اللي بيتعمدوا كمان يحكوا شويه انجلش مع الطالب، يعني just to make sure، انت عارف، عشان يتاكدوا كمان من اجاده الطالب باللغه الانجليزيه. فبتكون فيها جزء باللغه العربيه وجزء يسير مش كلها باللغه الانجليزيه. اكيد. إذا كان شخص دارس في جامعة تعتمد النظام البريطاني لمدة 3 سنوات من جامعة، هل هذا يكفي؟ هل يكفي ومع إفادة أنه خلص بيتو؟ أكيد شرح هذا الموضوع، أنه أي جامعة تعتمد اللغة الإنجليزية بالإضافة معك بيتو، يعني أنت أكيد بتنقبل كشرح. طبعا صحيح. ممكن يكون قبول اللغة الإنجليزية على امتحان الدولينجو بدل التوفل أو الآيلتس؟ حاليا مش متاح الأوبشن، هو فقط الآيلتس الأكاديميك أو توفل آي بي تي أو دلف بيدول. Can a PhD candidate work as a part-time instructor to teach undergraduate studies؟ هل بيقدر الطالب أو الكانديديت الـ PhD يشتغل كـ part-time؟ مش حالياً مش متاح، ولكن بيقدر أعتقد يشتغل كـ research assistant. أكيد لو هو accepted. Yes، بالضبط، موجود على الويب سايت. بخصوص رسالة التزكية بسوريا، بشكل عام الدكاترة لا تستخدم الإيميل بشكل دائم، هل يمكن رفع الرسالة بعد كتابتها وتوقيعها من قبل الدكتور وتحويلها لملف PDF scan copy؟ ممكن لو ما يقدرش الأستاذ أنه يعني بشكل ما، ممكن تصلنا على admissions email وإحنا هنرفعها على application للطالب، لكن ما تجيش عن طريق الطالب. يعني أوكي، تيجي بشكل رسمي من الأستاذ عن طريق الإيميل، لو هو مثلا مش يقدر يحطها على الapplication على السيستم، يقدر البروفيسور أو الأستاذ يبعتها directly على admissions email وإحنا هنحطها على application الطالب. وطبعا يذكر في الإيميل، يكتب أنه مثلا دي توصية للطالب فلان الفلاني اللي بتقدم البرنامج. عظيم. هل لديكم مراكز لتقوية اللغة؟ لماذا لا يكون هناك اتساع في شروط لغة؟ حكينا عن موضوع اللغة. مركز اللغات، مركز اللغات. باي ذا واي، كمان بخصوص موضوع تقوية اللغة، مركز اللغات بشكل دوري، يمكن كمان حتى دي هتبقى من ضمن موضوع الكوبريشن بيننا إن شاء الله مع جسور. أكيد. إن إحنا وي ويل شير يو كل الإيفنتس اللي إحنا بيعملها المعهد ومركز اللغات. على سبيل المثال مركز اللغات مثلا كل شهر بيعمل كورسز على ازاي انك تتعامل مع امتحان الايلتس مثلا، الايلتس بريبريشن كورس. عظيم. بيقدم مثلا كورس ازاي تدخل امتحان الايلتس، فكل الامور دي هتكون افيلبل ان شاء الله عن طريق جسور، هنحاول نشاركها معاك. اكيد. استغل الفرصه كمان احكي، كمان احنا شهريا لحد ما بنقفل الادمشن ابلكيشن بنعمل ورش هاو تو ابلاي فور دي اي، يعني بنعمل زي انفوزيشن زي اليوم في برزنتيشن لحوالي 30 مينتس على السوشيال ميديا. بنعرف الطالب ستيب باي ستيب ازاي يقدم طلب القبول على السيستم. عظيم. هاي فرصه. وايه ازاي الستيبس عشان يقدم طلب قبول مثلا مكتبي. بنرسل كمان احيانا جايد للطلاب هاو تو رايت يعني سكسسفل سي في، هاو تو رايت ا سكسسفل بيرسونال ستيتمنت، ازاي تكتب الخطاب الشخصي. كل ده ان شاء الله باذن الله كمان هنحاول يعني تشارك مع جسور. اكيد. ونحن مع الكوميونتي تبعنا. اكيد. انا حاليا متخرج طب اسنان، حابب استفسر هل يوجد مرحله لدراسه الماجستير باحدى، ذكرنا لا اكيد، وهل سهل من حيث اقدم كورس في اللغه الانجليزيه؟ حكينا عن موضوع الاختصاصات خارج
الاختصاصات الاجتماعية والإدارة، وأكيد على موضوع اللغة الإنجليزية. What about the translation degree from the open learning system in Damascus, Syria? How to know if this is accepted or not؟ شوف موضوع الاوبن، موضوع الاوبن ليرنينج او جامعة الديستنس مفتوحة. ليرنينج، موضوع الديستنس ليرنينج او موضوع الاوبن اديوكيشن مش معترف بيه جامعه، مش معترف بيه بدوله قطر في تعليمات دوله التعليم العالي. اوكي. بس فقط نفس ما حكينا لازم تكون دراسه فول تايم نظامي. اوكي. العام الماضي تقدمت برنامج تاريخ، وانا حاصل في البكالوريوس تاريخ على معدل 90% ولم اخذ القبول مشروطه للغه. بعتقد اذا بهذه الحاله ساعتها اكيد فيني يتواصلوا على الايميل ليستفسروا عن يس بالضبط الابلكيشن بالضبط للسنه الماضيه حتى يعرفوا شو بالضبط. اسباب الرفض. يا ريت كل اللي عندهم مشاكل معينه فرديه مثلا فرديه اكيد قدم كان فيه اترفض او حاجه في يحكي معانا على ويرسلنا الايميل. على الادمشنز ايميل ويكتب كل الكيس بشكل تفصيلي واحنا نتواصل. عظيم. الأشخاص اللي عندهم اكسبيرينس وتطوعات كتير بس الجي بي اي تبعهم أقل من 3، شو الوضع؟ طيب احنا نفس ما حكينا موضوع الجي بي اي بالنسبه للطلاب خريجين جامعات سوريا، المينيمم جي بي اي او المعدل النسبه المئويه 65%. أما السوريين الدارسين أو اللبنانيين اللي دارسين بالجامعات اللبنانية بتعتمد جي بي اي أوت أوف 4 3.0 3.0. اما اذا تحت الثري مع اكسبيرينس بنفس الفيلد يعني ممكن احيانا في بعض الاحيان ممكن 2.8، احيانا 2.8 لكن مش اقل من 2.8 يعني في كل الاحوال حتى لو كان في خبره وتطوعات بنفس الاختصاص. نعم خدمات. نعم. ما الشهاده التي يجب حكينا مصر العلم الاجتماعي، حكينا انه ما في شرط بكالوريوس معين. قدمت طلب للدكتوراه لكن لم يرد لي سوى الامكان وتم ارسالي متى سيتم باقه الاوراق. لم اوكي قدم طلب للدكتوراه لكن لم يدرج لي سوى مكان ارسال مكان لارسال الاسم والبلد والتخصص المطلوب وتم ارساله بنجاح. متى سنقدم بقيه الاوراق المطلوبه وما الكيفيه؟ بعتقد هو حاول يقدم بس ما اعطي اوبشنز غير انه ارسال الاسم والبلد والتخصص. فهل هي عم يسال امتى تاني تاني لو امكن لو سمحت بس يرسلنا على الاوبشنز هو ايميل. انا كنت عم جرب لانه هو السؤال حتى صراحه انا برضو مش شويه مشوش. اوكي. هو قدم على طلب الدكتوراه بس ما طلع له اوبشنز غير مكان لارسال الاسم والبلد والتخصص المطلوب طيب وتم لو ارساله ممكن بس بنجاح. ياخد سكرين شوت من من الابلكيشن او الابلكيشن نمبر ويبعت لنا على الادمشنز ايميل واحنا هنرد عليه في الموضوع عشان بس يعني يكون الموضوع صحيح واضح لنا اكتر. لانه كان عم يسال انه بقيه الاوراق امتى بيقدر يقدمها فبعتقد في مشكله تقنيه. اعتقد في حاجه بالضبط. اوكي. ما هي لغه الانترفيو حكينا. هل ممكن التسجيل لاكثر من تخصص؟ بعتقد حضرتك ذكرت انه بيقدر الشخص يسجل باكثر من تخصص بس هذا الشيء للماجستير والدكتوراه او بس للماجستير؟ لا بيقدر يقدم لتخصص واحد فقط مش اكثر من ابلكيشن. مش تسجيل اكثر من تخصص بس ابلكيشن عفوا كابلكيشن. لا قصده يس الابلكيشن. لا يس يعني ابلكيشن واحد بتخصص واحد. تمام. اذا انا قدمت طلب على ماجستير باداره الاعمال وكل اوراقي تمام وانا بسوريا من معدل وخطاب للتوصيه وكل شيء تمام وانجليزيتي منيحه لكن الايلتس حاليا مقدمه على الفحص ومنتظره اخذ النتيجه، ما راح اقدر اخذ نتيجه قبل اللي... بعتقد هذا الموضوع بيشبه موضوع اللي بعد ما تخرج يمكن بيقدروا يقدموا حتى لو بعدهم باخر سمستر او الاشخاص اللي بس مبنيه على تحديدا الايلتس. موضوع الانجليش احنا بننصح دايما مع الديدلاين يكون الانجليش موجود. يعني احنا بنقول يمكن الترانسكريبت لو ناقص ممكن بعد التخرج ولكن الانجليش لازم يكون موجود مع الديدلاين. اوكي. او بحد اقصى ممكن اسبوع بعد الديدلاين ممكن يعني مثلا الطالب يبعث لنا على الايميل او حاجه نتيجه الايلتس لو تاخرت مثلا يوم اثنين ثلاثه بعد الديدلاين واحنا فينا نوفيها على الابلكيشن. يعني عم نحكي 27 يناير ماكسيموم. بالضبط بالضبط مثلا. يعني السيستم هيكون سكر لكن مثلا في طالب التست مثلا يوم 20 يناير او 15 يناير. والنتيجه هتظهر مثلا 22 23 24 25. في وقتها يرسل لنا نسخه بي دي اف على الايميل ويذكر فيه الادمشن ابلكيشن الابلكيشن نمبر رقم الطلب وانه كان عنده ظروف كذا 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 ويحط على الابلكيشن تاريخ حجز الاختبار اللي بتثبت انه فعلا التست كان متاخر. عظيم. هيدي من الابلكيشن قبل ما يسلم بيقول انه بالضبط بالضبط بس ده طبعا يعني مش بنوصي بيه ولكن ده في ادي يعني في اصعب الحدود لو الابلكانت ما قدرش انه يحجز الاختبار بدري لذلك دايما بننصح ما تنتظرش الاخر يعني لاست مومنت. اكيد. رسالة الحافز باللغة الإنجليزية والتوصية حكينا بنقبل باللغتين. هل مركز
هل مركز للغات الطلاب مقبولين مجاني؟ يعني الأشخاص اللي بينقبلوا هل مركز اللغات أو الاستفادة منه بتكون مجانية أو يس، مركز اللغات بيقدم الكورسز، بيقدم الكورسز التطوير الطلاب في مساله الانجليش او مساله الكتابه الاكاديميه في اللغه العربيه، دي كلها كل خدماته مجانيه للطلاب اثناء الدراسه. عظيم. وكل طبعا السيرفيسز طبعا بنقدمها اللي حكينا عليها، الارشاد النفسي، الارشاد المهني، تطوير، كل دي طبعا سيرفيسز الخدمات بنقدمها الجانبية طبعا. بالإضافة إلى طبعا زي اي جامعه. أكيد. بحال قدمنا وما نقبلنا عادي نرجع نقدم مرة ثانية ولا ممكن تقل فرصة نعم. قبولنا؟ بعتقد ذكرت حضرتك يس الموضوع. صحيح. بس في الحالة دي دايما بننصح انه لو انت ما تقبلتش just make sure انك ترجع تاني على الويب سايت وتشوف الادميشن ريكويرمنتس، تتأكد هل فعلا عندك مشكلة معينة. وتحديدا نقطتين مهمين جدا جدا جدا، موضوع الايلتس سكور وموضوع الجي بي اي. لو انت عندك الاثنين ارجع بص كستيب 2، ارجع بص على مثلا البيرسونال ستيتمنت كنت ازاي كاتبه، اكاديميك اسي لو مطلوبه منك. تمام، فدي دايما النصايح اللي بقولها لو الطالب لحتى بيقدم يقدر يعرف دلوقتي. شو اسباب او تقدير الاسباب الرفض. الشهادات المطلوب من اجل الحصول على مسألة العمل الاجتماعي حكينا عن الموضوع. في حال حصول على شهاده لغه انجليزيه من السفاره الامريكيه استطيع استبدالها مقابل الايلتس او التوفل من السفاره الامريكيه؟ شهاده لغه انجليزيه لا مش عارف أعتقد لو في هيك. السفارة الأمريكية مش مركز معتمد، يعني هي دايما الآيلتس هو معتمد بالبريتش كونسل، المجلس الثقافي البريطاني، أو فروعه التوفل في كل وفروعه في كل الدول العربية. التوفل من اي اس تي، من الام دي ايست أعتقد، صحيح. كمان فروعه موجودة. ديلف أما بيدو أي أما أي أعتقد جهة أخرى المدرسة لا. الثقافي الفرنسي أصلي كتير كتير، حتى في مصر في نفس الشيء، يعني الامريكان امباسي برضه بتدي كورس انجليزي، بعض الجامعات يمكن تدي كورسز، لكن طبعا انت عارف دوليا المتعارف عليه فقط أكيد. اولبريتش كونسل بي اس تي. صحيح. ودي هي نصيحتنا، اسمح لي بس اكد على دي كمان، حتى أكيد مش بس للمعهد، لطلابنا كمان اللي حابين يقدموا، مش بس في اي جامعه في العالم. أكيد دايما 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 خليك مع الانترناشونال ستاندرز صحيح. مهما كانت صعبه، دي اللي هتفيدك ودي اللي هتساعدك، يعني خليك دايما شوف عالميا ايه المتعارف عليه، ده اللي هيوفر لك فرصه اكتر. ومعترف فيها بأي مكان. يس هل يقبل الطفل اي بي تي هوم اديشن؟ يس اوكي. لانجويج انستراكشن حكينا انجلش. وان كان متعب جدا الهوم اديشن، يعني هم عملوه بعد كورونا لكن جدا متعب، يعني انا دايما صحيح. بقول حتى ما بنصحش فيه، يعني بيكون الطالب زي ما يكون في سجن تحديدا، انت أيوة. في غرفه ومراقبينك، لو اتلفت حتى كده امتحان بيتلغي، فحتى كون مش بننصح ريستريكتد بيه، اكثر، كون جدا ريستريكتد جدا 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 ومتعب. صحيح. انا شاركت ببرنامج تعلم اللغه الانجليزيه من جسور في توفل، هل تعادل الاي يو بي؟ لا حكينا احنا الدورات اللي بتكون غير رسميه او هي دورات يس داعمه اكيد ما لها شهاده رسميه. راح يتم التسجيل على صفحه المعهد لو سمحت، على جروب قبيله على الفيسبوك، اللينك موجود بالشات كرمال الندوة المسجلة. ممكن تحسوا لي طلبي لأني قدمت وأرسلت الطلب وبدي أغير الطلب والتخصص، بعتقد في أوبشن للتعديل قبل طيب العشرين يناير. في الحاله دي لو الطالب مقدم ابلكيشن السنه اللي فاتت وحابب يستخدمها هي او يعدل عليها، بيروح على صفحه الاس اي اس، يعني صفحه الادمشن ابلكيشن، وفي اوبشن اللي هو هل نسيت كلمه المرور او فورجوت باسورد، بيضغط عليها وبيحط اليوزر اللي هو ايميله اللي سجل بيه. في الحاله دي السيستم بيبعت له نيو باسورد، بيقدر يدخل على الطلب من جديد ويعدل ويعمل نيو ابلكيشن. لكن ام سوري، معذره، ده مش معناه انه هيكون عنده نفس الدوكيمنت زي هي. بعتقد بيقصدوا هيدي السنه مقدمين بس بدهم يغيروا الطلب والتخصص فبيقدروا يلغوا الابلكيشن اللي السنه دي بعتقد هيك اللي بس هم مقدم مش السنه موافقين. دي وحاله الطلب قدمه بشكل نهائي بمعنى سبمتد ومش قادر يغير عليه، يبعت لنا على الادميشنز ايميل على الادمشن ايميل. بياناته الرسميه والابلكيشن نمبر، عظيم. يعني انا فلان والايميل موجود الفلاني في الشات اصلا. وده رقم بالظبط، انا فلان الفلاني قدمت البرنامج الفلاني من ايميله الرسمي اللي سجل بيه على السيستم، عظيم. الاسم كامل ورقم الطلب واسم التخصص اللي قدم عليه، اريد مثلا ان تحوله حاله الطلب اعاده الحاله الى محفوظ. بالتالي من ناحيتنا لما نتاكد ان هو ده فعلا الشخص رسميا، هنرجع له حاله الطلب لمحفوظ تاني على السيستم، ويقدر انه يرجع يكمله عظيم ويعدل عليه. طبعا عظيم ده لحد 20 يناير.
عظيم. والشخص اللي طرح هذا السؤال فيك ترجع تحضر السيشن اذا كمان ترجع تسمع الاستاذ محمود بالخطوات اللي حكيها بالتسجيل تبع الندوة. طبعا امين يا حبيبي. هل شهادة التعليم المفتوح السوري مقبولة؟ بعتقد حكيت عن الموضوع. هل هي بس معترف بحكي فيها الاول. بالنظام بالنظام التعليم السوري؟ هو معترف بالنظام التعليم المفتوح، انما بقطر فهمت منك لا يس، في قطر فقط بيعتمدوا الجامعات النظام الرسمية. التعليم النظامي الفول تايم ستدي يعني عم نحكي البعث تشرين حلب دمشق والجامعات بالضبط. الرسمية. يعني الاوبن اديوكيشن، الديستنس، التعليم عن بعد، الانتساب، كل ده غير معترف بيه بدوله قطر. في على الموضوع نفسه عم بيقولوا انه open learning in Syria is not a distance learning at all. We are attending our courses as same as any other university. حلو. يعني لو الشهاده مذكور فيها ان هذه الشهاده مرخصه ومعتمده من وزاره التعليم والتعليم العالي السوريه والدراسه فيها نظاميه بنعتمدها. عظيم. واعتقد الان هو معترف من وزاره التعليم، ف لو ما اعترف بيقدر يرفق الموضوع. يرفق يرفق مع شهاده البكالوريوس. عظيم. شهاده رسميه او كتاب رسمي او يعني او اي افاده رسميه، افاده من افاده الوزاره رسميه تثبت من الوزاره، من الوزاره ان الشهاده دي نظاميه. عظيم. في الحاله دي احنا بنعترف. هل بحال على موقع رسمي لوزارة التعليم العالي وقت بيحطوا الجامعات أو أنواع التعليم المرخصة، هل بيكفي يتم إرفاق هذا الرابط أو على PDF لنقول بمواقع أو بالويب سايت تبع وزارات التعليم لا، هي الرسمية الفكره استاذ احمد مش فكره انه الجامعه معتمده ولا لا، أو نظام فقط التعليم؟ نظام التعليم نفسه. يعني انا اسمي مثلا، يعني انا اذكر في سوريا اعتقد في جامعه، اعتقد جامعه دمشق نفسها فيها تراك اعتقد اكتساب او فيها نظام تعليم مفتوح. مثلا على سبيل المثال كان بيجي لنا احيانا طلبه منها في مثلا جامعه، في جامعه مثلا اسمها أنا الجامعه صراحة السوريه ناسي الخاصه، نسيت في جامعات بعتقد هي جامعة منفصلة بس هي بس ليستد بالنظام التعليم مقر فيها. بالظبط. فهي الفكره في تو ليفلز، في مستويين. المستوى الاول وده طبعا بديهي اكيد ان الجامعه لازم تكون معتمده من الدوله عندك، يعني مثلا أكيد الجامعه طبعا. تكون موجوعه على موقع وزاره التعليم السوريه مثلا او في لبنان. طبعا. رقم اثنين، وده مهم جدا انا بحكي فيه، ان نظام التعليم نفسه يكون نظامي. يعني الدوله والوزاره بتعتبر انه مثلا، يعني على سبيل المثال في مثلا جامعه اسمها موجوده ليها فروع كتير اعتقد حتى في مصر اسمها الجامعه العربيه المفتوحه تقريبا، صحيح. عامله افلييشن مع اليو كي. الجامعه دي في بعض الدول من ضمنها مصر مثلا على سبيل المثال الاردن الدراسه نظاميه نفس ما انت بتحكي. صحيح صحيح. الطلاب وعندنا طلاب احيانا بييجوا منها كده، لكن بناء على ايه؟ بيقدم الطالب ستيتمنت افاده من وزاره التعليم العالي في بلده ان هذه الشهاده وهذا الدراسه كانت نظاميه وكان الحضور المقررات كامل و و و كل الامور. عظيم. بعتقد هذه كمان صراحة بعتقد هي تسهيل، يعني مجرد اكيد قبول اكيد هذا يعتبر تسهيل من بالضبط قبلكم. بالضبط بالضبط. فبالعكس انا لا اخفيك سر، احنا كنا في السابق يعني يستبعد تماما الطلب. يعني هذه النقطه دي تحديدا من اخطر النقاط اللي لا يمكن، مش فقط المعهد، ولكن خليني اقول لك برضه من واقع الخبره، ما فيش اي جامعه في العالم ممكن تتهاون في النقطه دي، لان النقطه صحيح دي بتمس ترخيص واعتماد الجامعه نفسها. صحيح 100%. واكيد هذا انت في كمان الاخير اكيد لازم تلتزم قدم. بتعليمات وزاره التعليم في الدوره اللي انت فيها. صحيح تمام 100%. بالنسبة لدرجة الدكتوراه في علم الاجتماع، لدي ماجستير في العلوم السياسية وحاليا أدرس ماجستير في علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية في بيروت. هل من الممكن أن أتقدم لدراسة الدكتوراه في معهد الدوحة قبل الانتهاء من دراسة الماجستير بعلم الاجتماع؟ أنا من سوريا وأدرس حاليا وأعمل كباحث مستقل في لبنان. نفس ما حكينا، الادميشن ديدلاين يوم 20 يناير 23، لازم نقدم الابلكيشن، ولازم يكون اخر سمستر للماستر سوسيولوجي اللي هو فيه يكون السبرينج، يعني يكون اخر موعد لتخرجه الصيف الجاي. عظيم. دراسة الدكتوراه عن بعد حكينا هو بيكون ان كامبس مش فول تايم، او اون دراسة في سايت معهد فول تايم، نظامية فول تايم مش اون ممكن كامبس. لانه في عم بيحكوا بمشاكل موضوع لها علاقة بجواز السفر او بالفيز. خليني بما انك فتحت الموضوع ده، المعهد جدا فليكسبل في الموضوع ده وبيساعد جدا الطلاب، تحديدا كمان الطلاب اللي بيجوا من الكونفليكت يعني زونز. عندنا كتير جدا طلاب من سوريا، كتير جدا من طلاب من فلسطين وقطاع غزه تحديدا. المعهد بيساعد جدا، ان هو المعهد هو اللي بيتولى مساله انهاء الفيزا واستقطاب الطلاب والامور دي. حتى احنا دايما في كل سنه بعد ما بنبعت الادميشن اوفر للطلاب بيكون عندنا أولوية، بنبدأ في مسألة استخراج الفيز كأولوية لطلاب سوريا واليمن وفلسطين تحديدا، لأن دايما بيكون في تأخير.
عظيم. ف يعني الطلاب ما يلاقوش ابدا الموضوع ده، لان احنا يعني جدا في سبورت من المعهد ومن دوله قطر، وبنساعد جدا الطلاب في الموضوع ده، لان المعهد هو المتكفل فروم اي تو زي في موضوع التاشيره. الطالب حتى ما بيتحملش رسوم التاشيره، فقط بنطلب منه نسخه من الباسبور يكون فاليد في صلاحيه لا تقل عن 6 شهور وقت القبول في ماي، وبنبدا في اجراءات الاستقدام، واحنا اللي بنقدم الطلب في الدوله عندنا هنا، واحنا اللي بنتحمل الرسوم بكل عظيم. شيء. هون خطر لي سؤال، الأشخاص اللي عايشين عم نحكي فلسطينية أو سورية وعايشين بأوروبا ومعهم ترافل دوكيمنت، جواز لزوم، مظبوط. هل بيقدروا يتقدموا ولا في مشكلة فيزا بالأمور؟ بيقدر يعني حاملين الباسبورات أو الترافل دوكيمنت للسوريين والفلسطينيين بأوروبا أو باسبور اللجوء بيقدر. يقبل في دولتهم. وحاملين الوثائق كمان، عندنا كتير طلاب حتى الطلاب الفلسطينية الحاملين الوثائق السورية كمان بيقدروا يقدموا. عظيم. بس التحديد على اوروبا اكيد يقبلوا بدوله قطر بباسبور اللجوء طبعا. عظيم. عادل، هل تعد لغه الاي يو بي دورات جسور؟ لا حكينا ان اكيد دورات جسور، لا تعد جسور او اي منظمه تعليميه اخرى، هي بتقدم دورات داعمه للغه بس مش رسميه، مثل الا اذا كانت الدراسه بجامعه تعتمد باللغه الانجليزيه مثل ما ذكر الاستاذ محمد. هل طلب التقديم موحد ومن ضمنه نختار الاختصاص، أم يجب التقديم على التخصص مباشرة؟ بعتقد إنه عملية التقدم للمعهد، هل لازم يفوتوا على بوابة الاختصاص ويقدموا أو لا؟ هو التقدم بشكل عام ومن خلال التقدم بشكل عام، يس، التقدم بشكل هو عام بيعطي الأوبشنز للتخصص. بالظبط، بمجرد ما بتعمل ابلكيشن، بتعمل كريت الابلكيشن، بيظهر لك الاوبشنز تختار السكول، الكلية والتخصص. عظيم. جامعة حلب تعليم مفتوح، نظام تعليم دوام كامل مختومة. أوكي، حكى أستاذ محمود إذا كان بحال في أي إثبات أو مستند يقبل، بس تكون رسمي للاعتراف بالنظام التعليم مش بالجامعة، لأن الجامعات أكيد هي معترفة، إذا تكون بلت إن بهيدي الدولة فأكيد معترف فيها. أكيد. هل يجب علي إحضار وثيقة من الجامعة تثبت أن لغة التدريس هي إنجليزية، أم أن شهادة التخرج هي دليل كافي؟ هو خريج الاي يو بي، الجامعه الامريكيه في بيروت، هل بكفي انه شهاده التخرج من الاي يو بي بيكفي الفرنسي؟ بيكفي احنا مجرد ما بنشوف انه خريج الاي يو بي او اي جامعه من تمام الجامعات المعروفه بيكفي تمام بيكون لدي طالب. لدي ماستر في تخطيط المدن ورساله الماستر عن اعاده الاعمار والاستراتيجيات الاقتصاديه، هل استطيع تقديم دشه الدكتوراه في اقتصاديات التنميه؟ يس بيقدر. اكيد. بالنسبه لرسائل التوصيه، مهم تكون من اكاديميه، من دكاتره، او ممكن تكون من اشخاص اشتغلنا معهم يعني. اوكي، سو الريفرنس ليتر او السلف التوصيه، هل لازم تكون من اشخاص مهنيين او اكاديميه، يعني بروفيسور جامعه او ممكن من مانجر؟ اساتذه، ممكن من اساتذه، وممكن من مانجرز. تحديدا بيفضل المتقدمين لبرامج كليه الاداره او الايكونومكس او الاداره والاقتصاد والسياسات العامه تكون مهنيه، مهم تكون مهنيه. عظيم. مهم الطلاب السوشيال ساينسز العلوم الاجتماعيه والانسانيه يكون فيها يعني ممكن واحده اكاديميه مثلا وواحده مهنيه. عظيم عظيم، لانه هي بيعطي الخيار الاثنين. يس، الماستر تو ريكومنديشن ليترز والبي اتش دي 3. ثلاثة. اوكي. بالنسبة للطلاب السوريين، حكينا انه اختبارات لغة صعبة، بس في اكيد في بدائل وفي في وسائل تسهيل اخرى، واكيد الملحق يشوف هذا البورد في يرجع يشوف النسخة المسجلة شو حكينا طبعا مطولا على موضوع اللغة الانجليزية. أكيد. بالنسبة للطلاب حكينا نفس هذا السؤال. شرط العمر حكينا ما في شرط للعمر. كيف ازيد قوه فرصتي في القبول بالمنحه؟ بعتقد ذكر الاستاذ محمود انه اكيد يكون في ترابط بين الاوراق المتقدمه والمقال المقدم والسي في والبيرسونال ستيتمنت، او البيرسونال ستيتمنت بالعربي خطاب البيان الشخصي، الشخصي. البيان الشخصي يكون خطاب اكيد الشخصي مهين، واكيد في ترابط منطقي بين طبعا. طلح لي اذا كنت عم بقول غلط استاذ محمود. لا لا صحيح، بدي احاول اريحك شوي، لانه الله يعطيك العافيه اليوم لا لا خلاص يعني طبعا، تعبت معك. بالعكس سعيد جدا بوجودي معك، ويحضر السيشنز اللي بنحكي عنها يعني اليوم السيشن جدا ان شاء الله اتمنى تكون هيلبفول للطلاب. very helpful يعني صراحه الانفورميشن بعتقد غطينا كل شيء، وحتى الاسئله اللي عم ترجع تنطرح يس، بالزمن وحتى السيشنز اللي لسه هنشاركهم اياها يعني اكيد. السيشنز اللي حكينا احنا كل اسبوع تقريبا بنعمل كيو ان اي سيشن عظيم على السوشيال ميديا لمده نص ساعه، بيكون في حد من الادمشن ستاف بيحكي عظيم بيجاوب على كل الاستفسارات بس لمده نص ساعه. كل اسبوع بيكون في سيشن نفس ما حكينا ازاي تعبي طلب القبول ستيب باي ستيب، بيكون عظيم في برزنتيشن صفحه صفحه في القبول. فلو حضر كل الامور دي وتابع اعتقد بيكون لي فرصه ان شاء كبيره الله لو عنده باي ريفرنس. ان شاء الله. ونحن اكيد حنكون على موقع، على جروب قبيل على الفيسبوك، اذا في اي من طرف اكيد الاستاذ اكيد محمود ومع اكيد الدوحه طبعا اكيد حنكون كل سنه
عمل شركة. تكلفة البرامج حكينا أنه بحال قبول في منحة تغطي كامل وما بيدفع الطالب ولا أي. يس نحن خارج سوريا ومن الصعوبة التواصل مع دكاترتنا في سوريا حيث أنهم لا يمتلكون أو لا يستخدمون الإيميل. هل يمكن نرفع توصية قديمة للأشخاص اللي عايشين برا سوريا وعندهم رفرنس قديم لأنه في صعوبة يتواصلوا مع الأساتذة في منهم يعني بطلوا؟ نفس ما حكينا، الطريقة بتاعت الريكومنديشنز مش الطريقة التقليدية، بس أوضح تاني، الطالب ما يقدرش بنفسه عن طريق الأبليكيشن إنه يرفع رسالة التوصية. لازم تكون بشكل حيادي. في صفحة داخل الأبليكيشن الطالب بيحط فيها الاسم والإيميل لشخصين، الأستاذين مثلا، والسيستم هو اللي بيتواصل معاه، فيحاول قدر الإمكان يتواصل مع أشخاص على دراية منه. لو تعذر تماما في انه يتواصل مع اساتذه مثلا مش عن طريق الابلكيشن، والاستاذ يتواصل يرسل لنا دايركت على الادمشن ايميل واحنا نرفع التوصيه. عظيم عظيم. أنا سوري مقدم على فيزا سياحية على أبو ظبي للعمل للبحث عن عمل، ممكن أن الشيء يأثر على قرار القبول؟ وهل لازم أذكر بأوراقي لا لا أنني موجود في سوريا أو الإمارات؟ أوكي. لا لا خريجين أدب الإنجليزي أو ترجمة من سوريا ممكن شرط ممكن ينعفوا من شرط التوفيق إذا هو خريج أدب بيكونوا إنجليزي معفين طبعا، ادب انجليزي بيكون معفى، والترجمة؟ الترانسليشن بيكون معفى، الادب الانجليزي بيكون معفى، خريجين الجامعات التانية. عظيم. أنا عندي شهادة توفل ورقي من 2016 ودولينجو 2022، هل يمكن قبولهم؟ الفاليديتي طبعا معروفه دايما سنتين، يعني سنتين صلاحيه التوفل او التايلتس ايلتس بتكون بالتوفل سنتين. سنتين صح. يس. فلو عنده اكيد هيقدر يعمل التست تاني، واكيد هيقدر يعني يجيب الترجمه. أكيد. والدولينجو حكينا أنه مش معترف فيه. يس. هل المنحة تعتمد الحاجة المادية كأحد المعايير؟ المعيار الاول المعيار الاكاديمي، لازم الطالب يكون الاول يعني كفؤ اكاديميك، أكاديمية. اكاديميكلي اكسبتد، يعني تكون وصلت اولا نفس ما حكينا، وصلت للانترفيو، اكتست الانترفيو، وصلك القبول الاكاديمي. هيدا ده أهم المعيار، شرط ده الحاجة. المعيار، ده المعيار الاول والاخير. عظيم بعدين باي ديفولت زي ما حكينا كل الانترناشونال بياخدوا السكولرشيب، عظيم. انما فقط المعيار القبول انه يكون مع كامل طبعا الاحترام والتقدير لظروف بعض الطلاب، ولكن صعب يكون المعيار فقط الحاجه من ديت. أكيد لأنه في ستاندرد أكيد للمعهد بالقبول. أكيد أكيد. هي في الأخير هي مش يعني مش دراسة بكالوريوس، هي دراسة ماجستير، يعني which is صحيح. حاجة إحنا بنقول دايما هي دراسات حاجة عليا. إكسترا، دراسات عليا، يعني صحيح. يعني مش شيء إجباري، الشخص اللي متطلبات بيسأل عن مختلفة كليا بالضبط. كده عن الباتشلر. الانترفيو بعد القبول رح يكون انجلش او عربي؟ حكينا رح يكون بوث لحتى يكون بس هيك تو يس اكسبيرمنت يور بالضبط. ليفل اوف انجلش. استاذ احمد يا ريت تعملوا نفس الجلسه مع جامعه الاتش بي اوكي. اوكي هي بالنسبه لي فيكم تراسلونا على صفحه قبيله او على جروب منتورنج @jesu.ngo، اي مقترحات نحن اكيد جاهزين انه نستقبلها، واللي مش قادر فيه يفوت على جروب قبيله يبعث مسج بنقدر نجاوب عليه. شهادات المعهد العالي للغات في سوريا مقبوله؟ بعتقد نفس الشيء بينطبق على التعليم المفتوح، اي شهاده بتكون نظام التعليم فيها مع هي معترف فيها وفي مستند بس بجسم هذا الشيء. فينا نرجع نقدم عفوا فينا نرجع نقدم مهني ولا فينا نقدم مرجع؟ بعتقد اظن الريفرنس. هل يمكن حكينا انه فيها تكون مهني وفيها تكون اكاديمي بوث. هل لازم يكون ايميل دكتور خاص بنطاق الدومين او اي هذا السؤال اللي بينطرح دائما. الدومين تبع الايميل هل لازم يكون سبيشال دومين تبع اليونيفرسيتي او بينقبل؟ لا مش شرط، مش شرط يكون دومين معين الجامعه، يعني مش شرط يكون يعني اوفيشال ولا لا، ولكن لازم يكون فيه البيرسونال انفورميشن في اللاتر نفسه، يعني في الخطاب اللي بيكتبه الاستاذ يكون فيه مثلا الهيدر للجامعه، او بيكون اتليست حتى لو كتبها على ورقه وورد عاديه يكون فيها معلومات التواصل معه، يعني ايميله الرسمي مثلا، سيجنتشر مثلا تحته، رقم تليفونه وايميله تحديدا. والبوست يعني لو ما كانش على بالجامعة. بالضبط، يعني لو ما كانش على اوفيشال ليتر هيد، يعني مش على خطاب رسمي عليه اللوجو الجامعه، يكون اتليست حتى لو على يعني اسمها على ورقه وورد عاديه يكون في تحت توقيعه واسمه وايميله ورقم تليفونه الشخصي. وهني بشكل محدد عم يسالوا اذا هل السندر ايميل اذا كان هو مش مثلا ليتس سي دكتور اكزامبل دكتور احمد ات يونيفرسيتي دوت اي، هو كان لا مش شرط، جيميل مش شرط الدومين، مش شرط. عظيم. وبعتقد هذا الصراحه كمان لذلك حكيت الاهم من الايميل هو اللاتر نفسه، اللاتر نفسه والمعلومات يكون في طابع رسمي، اما يكون مكتوب على ورقه رسميه مثلا تخصص الجامعه، او لو على شيت وورد او على يعني ورقه وورد عاديه عظيم. يكون فيها معلوماته معلومات الرسمية، يعني إيميله ورقم هاتفه.
عظيم. Does having a tourism visa make an eligible for a scholarship؟ بعتقد لا، هلأ في مفيش حدث علاقة، معاني ملهاش برا علاقة، ملهاش السياحة علاقة. بس، لا ما خص، وحكينا أصلا الحاجة المادية مش بشكل عام تاني هكرر الموضوع، الاليجيبيليتي للادمشن في المعهد. أوكي. المعيار الاول والاخير فيه اكاديميك، أكاديميك. جاست في الاكاديميك فقط. Once انت academic عندك الريكويرمنتس، requirements يو خلاص. ريتش الانترفيو، يو باس الانترفيو، بتاخد القبول. ذاتس ات، Of course. ملهاش علاقه لا اعتبارات للجنس ولا اللون ولا النوع صحيح. ولا الديانه ولا اي حاجه. تماما. بخصوص السؤال هلا اللي اجانا على اوكي، انا بس عم اتاكد المعلومه قبل ما اجاوب، لانه هذا بعتقد انا حجاوب على هذا السؤال، بس اتاكد بس مبلا. اللي عم يسال على موضوع الاي دي بي سنتر، هل هو يعتمد على الايدس او لا؟ بلا، ببيروت او بلبنان عموما الاي دي بي سنتر هو من الاكريديتد سنترز للايدس. بعد الانتهاء من مرحلة الماجستير، هل مجبر الطالب انه يرجع على بلده؟ سؤال لو الطالب ما حصلش وظيفة في دولة قطر، يعني ما وصلش، ما حصلش مثلا على جوب اوفر مثلا، وجه للمعهد، لان انتوا عارفين طبعا نظام الخليج بيكون عن طريق الكفالة، فلما بيكون مسؤول ككفيل رسمي جامعة عن الطالب هو المعهد او الجامعة. صحيح. لو الطالب بعد التخرج او حتى في اخر سمستر، وكثير من طلابنا بيحصلوا على جوب اوفرز في السمستر الاخير، عظيم. لو حصل جيب جوب اوفر معين، المعهد كمان مرونه، هو غير مطالب بكده، بيوافق على نقل الكفاله للطالب لمؤسسه معينه. دون الحاجة للسفر والعودة بقلب قطر بتصير دي العملية امور تانيه بتكون بقى مع الشركه اللي مثلا فيها هتستخدمه او حاجه. احيانا عظيم. بيقولوا مثلا تخرج بره الدوله اسبوع او اثنين وترجع، دي امور، يعني امور اعتقد ما بيكونش فيها اللوجستية مشكله. مش خارج موضوع بالظبط عظيم بالظبط. عظيم. آخر سؤال، هل يحق للتقدم؟ حكينا انه خريج education اكيد بيقدر يقدم على برنامج الجامعة. كل الاشخاص ما قدرنا نجاوب على اسئلتهم لليوم، بعتقد احنا خلصنا كل الاسئله، فيه نرجع نشوف السيشن. الايميل موجود admission@dahainstitute.edu.qa، mentoring@jesu.ngo كمان، او بتحبوا تتواصلوا معنا على اي من وسائل التواصل الاجتماعي سواء معهد الدوحه او منظمه جسور. بالمطرحين في اشخاص بيستقبلوا الاسئله العامه. انا بدي اقول لك استاذ محمود، يعطيك الف 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 عافيه. شكرا جزيلا، بس شكرا، انا شرفت بك. اميزت بالصراحه بالمجهود الكبير اللي صار، وكثير بقدر كمان الكومبرهنسيف انفورميشن اللي كانت موجوده اليوم بالسيشن، بعتقد كانت هيلفل لكل الاشخاص اللي هلا مفكرين يقدموا، أكيد أكيد واكيد الاشخاص اللي حينقبلوا حيكونوا اكيد لاكي ابليكانتس، لانه أكيد. حياخذوا تجربه صراحه كثير. اللي اتقابلوا السنة اللي فاتت معانا في كأس العالم السنة دي، بيتفرجوا معانا على كأس العالم. كمان هيدي فرصه للاسف هلا لا آه يضحك عليهم، الا اذا ما بعرف صار في بطوله جديده يمكن أكيد. لا احنا نحكي. هننظم أعتقد دورة قطر هنا ما شاء الله. دولة قطر طبعا ان شاء معروف، الله يعني اكيد من اكيد الدول الرائدة في مسألة رعاية الرياضة عظيم. والأمور دي كلها بالتأكيد. فالاشخاص اللي حيقدموا اكيد حيكون عندهم فرصه أكيد هيك أكيد. اذا بتكون اللكجيريس لايف وكتير اكيد حتى باي ذا كثير وي، كتير من طلابنا كمان حاليا شغالين فولنتيرنج مع الفيفا، يعني كتير من طلابنا برنامج التطوع، يعني كتير منهم بيحضر مباريات وفي تطوع دي كمان، لنا عظيم شراكة مع الفيفا. عظيم اكيد، لانه بعتقد التنظيم بيحتاج بالتأكيد لعدد كبير مهول من عدد الاكيومنت ضخم جدا. طبعا ريسورسز. طبعا اكيد طبعا اكيد. أكيد أكيد. يعطيك الف عافيه استاذ محمود، شكرا لكل الاشخاص اللي حضروا للسيشن لليوم، باكيد تذكير اخير انه هي حتقدر تشوفوها على جروب قبيله. كل الشكر للي حيرجع يشوف السيشن لبعدين، ويعطيكم الف الف عافيه. شكرا كثير استاذ محمود، يعطيك شكرا الف جزيلا عافيه. استاذ احمد، وشكرا لكل اللي حضروا معانا النهارده. اكيد كنت سعيد جدا بالوجود معاكم على مدار، اعتقد وصلنا لساعه ونص. اتمنى ساعة الساعه ونص تكون يعني كانت مفيده لطلابكم. ان جدا شاء الله نشوف العدد الاكبر منهم معانا يعني على السيستم، ومعانا في الادميشنز، ومعانا مقبولين ان شاء الله السنه الجايه ستودنتس. إن شاء التاني الله هقرر، احنا هنشارككم ان شاء الله كل أكيد الايفنتس اللي بنعملها من الاسبوع أكيد الجاي. في كمان باي ذا واي، احنا كنا شاركناكم الفاكت شيت، فيها كل المعلومات الخاصة بالمنح والأمور دي كلها. يعني just feel free إنك يعني أكيد كمان يعني circulated to your students. of course of course. تاني بكرر تقديري واعتزازي، شكرا جزيلا لكم شكرا لك جميعا، أكيد، نحن will keep in وسعدت touch أكيد بوجودي معكم. أكيد أكيد بالتأكيد باش بالتأكيد، أستاذ، أكيد نحن will keep in سعيد touch. بوجودي معكم، يعطيكم العافية وتصبحوا على خير يعني الوقت تصبح متأخر. على ألف خير أكيد، شكرا يعطيك شكرا ألف عافية. جزيلا، شكرا شرفنا جميعا، بكم. الله يخليك، شكرا كثير جميعا، مع يعطيكم السلامة، سلام. مع السلامة.